السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلبة وطالبات سينيورسيتي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم على قناة هنذاكر أونلاين التعليمية، معاكم مستر أسامة الخراشي. والنهاردة إن شاء الله معادنا مع جنرال ريفيجن على تشابتر 1 اللي بنتكلم فيه عن السبورت والموفمنت في الليفينج أورجانيزمز. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة إن شاء الله يا مستر هنتكلم عن الريفيجن عن تشابتر 1 اللي كان بيتكون من 2 lessons. lesson 1 كان بيتكلم عن السبورت، ولسن 2 كان بيتكلم عن الموفمنت. كل لسن فيهم كان فيه جزء خاص بالبلانت، كان جزء صغير كده، وجزء تاني كان خاص بالإنسان. يلا بينا يا مستر. أول حاجة السبورت in living organisms. السبورت في living organisms كان بينقسم إلى سبورت في البلانت وسبورت في الهيومن. السبورت في البلانت يا مستر كان له نوعين، نوع اسمه الفسيولوجيكال سبورت أو اسمها الدعامة الفسيولوجية، وحاجة اسمها structural سبورت أو الدعامة التركيبية. طبعا يا مستر أهمية الدعامة في النبات كانت البروتكشن، وإن هو يدي البلانت سيل السبيشال والكاركترستيك شيب بتاعها وخلافه، ودول كانوا النوعين بتوع السبورت في البلانت. بينما مستر السبورت في الانسان كان بيتمثل في السكيليتال سيستم او الجهاز الهيكلي. نبدا الاول يا مستر بالسبورت في البلانت. اوكي، السبورت في البلانت زي ما قلنا بينقسم الى الفسيولوجيكال سبورت. تعال نتكلم بقى يا مستر عن الفسيولوجيكال سبورت. يعني ايه كلمه فسيولوجيكال سبورت؟ بالعربي اسمها الدعامه الفسيولوجيه. الدعامه الفسيولوجيه دي يا مستر كانت سهله جدا جدا جدا. قال لك ان ادي البلانت سيل اهي، البلانت سيل عندها سيل وول، عندها نيوكلياس جواه الكروموزومز، في سيتوبلازم، وعندها ساب فاكيول. ايه اللي يحصل يا مستر؟ الووتر تدخل الى هذه الساب فاكيول، ووتر enters by osmosis. طب لما المية تدخل بالأوسموزس ايه اللي يحصل؟ لما المية تدخل بالأوسموزس ساعتها حجم الساب اللي موجود جوه الفاكيول هي increase، وبالتالي الكونسنتريشن يديكريز. مستر معلش، هو يعني ايه كلمة ساب فاكيول اصلا؟ الساب فاكيول دي يا مستر هي عبارة عن فجوة موجودة جوه البلانت سيل بتحتفظ بحاجة اسمها السيلولار ساب، SAP. الساب ده اللي هي العصارة اللي بتبقى عبارة عن مية ودايب فيها بعض الأملاح. لما يجي يقول لك مثلا ان السيلولار ساب هنا الكونسنتريشن بتاعه 10%، اعرف ان فيه 10% مواد مذابة وفي 90% ايه؟ 90% مية. فلما مستر الووتر كانت بتدخل الى السيل باي اوسموزس كان ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا، ها حجم السيلولار ساب بيزيد، بيبدأ ساعتها البروتوبلازم يضغط على الايه؟ يضغط على السيل وول، فتلاقي ان السيل وول هيتمدد، هيبقى عامل كده اهو كده، ويبقى كده البلانت اكتسب الايه؟ ويبقى كده البلانت اكتسب السبورت. ولكن يا مستر السبورت دي كانت تمبوري، لان لو البلانت سيل فقدت الووتر بتاعتها برضو باي اوسموزس ده معناه ان هيحصل شرينكج للايه؟ شرينكج للسيل وول، وهتلاقي البروتوبلازم منكمش للداخل كده لان هي فقدت الووتر باي اوسموزس. يبقى الفسيولوجيكال سبورت كانت سبورت ها بتأثر على السيل اتسلف از اهول، كانت تمبوري سبورت لانها تعتمد على امتلاء الخليه بالميه، في ميه في سبورت، مفيش ميه مفيش سبورت. ايه كمان يا مستر؟ كنا بنتكلم عن شويه حاجات بالنسبه للاسئله، افكار الاسئله كانت بتبقى عامله ازاي. قلنا ان يا مستر انا عندي كلمه سوليوشن، يعني ايه سوليوشن؟ يعني محلول، والمحلول هو عباره عن حاجتين، حاجه اسمها السولفنت او المذيب، وحاجة اسمها السوليوت اسمها المذاب. فبنتكلم يا مستر عن أشهر مثال عندنا، اللي هو لما يجي يسأل حضرتك ويقول لك إن أنت عندك two pieces of potato، الاتنين مثلا الاتنين تركيز الساب جوه الساب فاكيول 10%، واحدة فيهم هنحطها في بيور ووتر والتانية هنحطها في كونك سوليوشن وليكن مثلا 20% التركيز بتاعه. يعني ايه يا مستر تركيز 10% او 20%؟ تركيز مثلا 10% اللي جوه الخلايا البطاطس ده معناه ان نسبه السولفنت 90 اللي هو الميه، ونسبه السوليوت 10. وبالنسبه للسوليوشن هنا معناه ان نسبه السولفنت 80% ونسبه السوليوت
قد ايه يا مستر؟ 20%. فبيقول لك ان تو بيسز اوف بوتيتو عندهم ايكوال سايز وعندهم ايكوال ويت. ايه اللي حصل؟ ان التو بيسز دول كل واحده 10%، واحده اتحطت في بيور ووتر وواحده اتحطت في كونك سوليوشن. تتوقع ايه اللي يحصل للاثنين؟ او ممكن برضو نجود على السؤال شويه ونقول مثلا ان وزن كل واحده فيهم 5 جرام. وات هابنز تو ايتش اوف ذا تو بيسز؟ لما نيجي نحل يا مستر مساله زي كده بنحلها كالاتي. لما نيجي يا مستر نحل زي سؤال زي ده لازم الاول نعمل جدول. نعمل جدول ازاي؟ نعمل جدول بالمنظر ده اهو يا مستر. انا هعمل جدول ما بين البيس الاولى والووتر، وهعمل جدول اخر ما بين البيس الثانيه والكونك سوليوشن. بعد اذنك يا مستر، هو تركيز الساب اللي جوه البطاطايه قد ايه؟ التركيز 10%. طب الميه دي تركيزها قد ايه مستر؟ ده بقول لك بيور ووتر، يعني ما فيهاش تقريبا ايه، ما فيهاش سوليوت، فبالتالي هنعتبر ان هي 0%. تمام. يبقى هنا يا مستر، ها كده يا مستر، في البيس 1 السوليوت اللي هو الماده المذابه او السولتس اللي موجوده جواها نسبتها اكتر. هنا مش معناها كتير، هنا انا قصدي اكتر، لان انا بقارن بين السوليوت هنا والسوليوت اللي موجود في البيور ووتر اكيد اقل. فبالتالي يبقى هنا يا مستر نسبه الووتر اكبر، وهنا نسبه الووتر اقل، وهنا نسبه الووتر ايه؟ اكبر. انت تعرف سهم واحد تقدر تعرف الباقي كله، ده 10% وده 0%، يبقى الاملاح هنا اكتر من هنا، يبقى الميه هنا اقل من هنا. والاوسموزس يا مستر هو انتقال الووتر من الهاي كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر الى اللو كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر ثرو اسيميبيرميبل بلازما ممبرين. معنى كده ان البيس 1 ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها سويلنج. فبالتالي تتوقع ان حجمها هيزيد عن الخمسة جرام ايا ما كان هو مديك ايه في السؤال، تختار الرقم الاكبر من 5. بينما البيس الثانيه اللي كانت برضه هي كمان 10% والكونك سوليوشن قلنا ان هو 20%، يبقى يا مستر السوليوت هنا اعلى، السوليوت هنا اقل، الووتر هنا اقل، الووتر هنا اعلى. الاوسموزس هو انتقال الووتر من الهايلي كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر لو ان سولتس الى اللو كونسنتريتد ميديوم اوف ووتر هاي ان سولتس ثرو اسيمي بيرميبل بلازما ممبرين. يبقى الانتقال هيحصل من هنا لهنا، يعني من الاخر البطاطايه هتفقد ميه للكونسنتريتد سوليوشن، وبالتالي البيس 2 كده ايه اللي هيحصل لها يا مستر؟ هيحصل لها شرينكج. فبالتالي تتوقع ان حجمها يوصل قد ايه، او الماس بتاعتها تبقى قد ايه؟ اقل من 5 جرام ايا ما كان الرقم اللي مديه لحضرتك. يبقى احنا يا مستر تاني اتكلمنا النهارده اول حاجه عن الفسيولوجيكال سبورت. It is a support that affects the cell itself as a whole. هي temporary support لانها بتعتمد على دخول الووتر الى السيلز باي اوسموزس. في ميه في سبورت، مفيش ميه مفيش سبورت. وخدنا عن الفسيولوجيكال سبورت بعض اكزامبلز. قال لك مثلا كان خدنا 4 اكزامبلز، 2 على الجيننج و2 على اللوزنج. زي مثلا قال لك لما بنعمل سوكينج بننقع الدرايد فروتس، بننقعها في الميه فبالتالي بيحصل لها سويلنج، او لما بنعوز ننشف فول او حاجه بنسيبه في الشمس فبيكش وبيحصل له شرينكج. بسبب ايه يا مستر؟ بسبب فقد الميه باي اوسموزس. اتكلمنا برضو بيحصل ستريتنينج، يعني استقامه للستمز بتاعه الهربيشيس بلانتس لما بنعمل اريجيشن للسويل، وبيحصل لها ويلتنج وشرينكج لما بيحصل سويل دراوت، يعني جفاف في التربه. بالمناسبه كمان الفسيولوجيكال سبورت بتتاثر، بما انها تمبروري بتتاثر ببعض عوامل، منها عوامل الترانسبيريشن اللي اخذناه السنه اللي فاتت اللي هو فقد الميه من فتحات الاستوماتا ان ذا فورم اوف ووتر فيبر، بتتاثر بمعدل الابزوربشن اوف ووتر. حتى مستر فتحات الاستوماتا دي بيكون عليه خلايا، الخلايا دي بيبقى اسمها الجارد سيلز. الجارد سيلز ان هي تفتح فتحه الاستوماتا او تقفلها، ده برضو يا مستر كان بيكون طبقا للتغيرات اللي بتحصل لها سواء كانت سولن او كانت شرينكد، فبالتالي بتفتح او تقفل الفتحه بتاعه الاستوماتا، لان احنا قلنا ان هي من السنه اللي فاتت عارفين ان فتحات الاستوماتا مش دايما بتبقى اوبند. تمام يا مستر. يبقى الفسيولوجيكال سبورت
والاستراكشرال سبورت الفسيولوجيكال سبورت اتكلمنا عنه، وده دايجرام بيوضحه او بيلخصه. ادي يا مستر الخليه اهي، ادي الساب فاكيول. لما حصل ابزوربشن اوف ووتر الساب فاكيول حجمها كبر، طبعا بما ان حجمها كبر عشان شربت ميه، فالكونسنتريشن بتاع المحلول جواها ايه اللي حصل له؟ قل. الكونسنتريشن يقل، حصل لها دايليوشن، وتبدا تضغط على البروتوبلازم، البروتوبلازم يضغط على السيل وول فيتمدد، يبقى كده هي اكوايرد سبورت. بينما لو لوست الميه ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل شرينكج للبروتوبلازم زي ما حضرتك شايف كده، ويحصل لوزنج للسبورت. ده مستر كان تلخيص سريع للفسيولوجيكال سبورت. تاني حاجه عندي كان اسمها الاستراكشرال سبورت، او اسمها الدعامه التركيبيه. دي كانت تمبوراري، دي permanent support. دي يا مستر كانت بتأفكت السيل اتسلف as whole، قال لك لا، دي بتأفكت البلانت سيل وولز اور سام بارتس اوف ات. دي يا مستر كانت بتعتمد على بالنسبه للفسيولوجيكال سبورت بتعتمد على دخول الووتر انتو ذا سيلز باي اوسموزس، انما هنا دي بتعتمد على الديبوزيشن، يعني على ترسيب بعض المواد الصلبه القويه على البلانت سيل وولز اور سام بارتس اوف ات، بغرض كذا حاجه، منها ان هي تاكواير البلانت بالهاردنس، منها ان هي بتحافظ على، في بعض الاحيان بتحافظ على الفسيولوجيكال سبورت، وكمان بتزود الابيليتي بتاعه البلانت اكسترنال سيلز ان هي تحمي الانترنال سيلز. ايه الامثله يا مستر على الاستراكشرال سبورت؟ قال لك من الامثله ان يبقى فيه ثيكنينج، يعني يبقى فيه تغلظ للطبقه الخارجيه في البلانت اللي هي طبقه الابيدرمس، منها كمان بالنسبه لخلايا الكولينكايما. خلايا الكولينكايما دي يا مستر خلايا كانت المسافات اللي بينها فيها ماده السليلوز عشان تدي للبلانت الفلكسبيليتي، وكمان ترسب ماده اللجنين على الاوتر وول بتاع خلايا السكلرينكايما، اللي بالمناسبه دي خلايا بتكون ديد سيلز، والخلايا الديد ما عندهاش فيسيولوجيكال سبورت اللي هي الاولانيه. الكولينكايما كان عندها الاثنين، عندها ستراكشرال بسبب وجود السليلوز، وكمان عندها فيسيولوجيكال. طب البارينكايما اللي كانت عباره عن خلايا ولكن اللي سبيسز بينها فري او مفيش سبيسز بينها، بتكون فاضيه يعني، ده بيكون فور ايريشن، دي كان بيبقى عندها فيسيولوجيكال اونلي. يبقى مستر خلايا البارينكايما عندها فيسيولوجيكال سبورت اونلي، خلايا الكولينكايما عندها فيسيولوجيكال وعندها ستراكشرال، خلايا السكلرينكايما عندها ايه يا مستر؟ عندها ستراكشرال اونلي لانها خلايا ميته. مين تاني يا مستر؟ قال لك زي الابيدرمز او طبقه البشره. البشره يا مستر على فكره موجوده في الليفز وموجوده في الستم وموجوده في الروتس، ولكن في الروتس ما بيبقاش عندها كيوتين طبعا علشان تخلي البلانت يبقى عنده الابيليتي ان هو يابزورب الووتر. لو في كيوتين، احنا عارفين من السنه اللي فاتت ان ماده الكيوتين ديت ماده ايه يا مستر؟ ماده امبيرميبل تو ووتر، فما كانش ينفع ان هي تكون موجوده على الابيدرمز بتاع الايه؟ بتاع الروت هيرز او الروت سيلز. طبقه الكيوتين دي يا مستر بتلعب دبل رول. دبل رول ازاي؟ بما ان ماده الكيوتين هي ماده صلبه، فبالتالي هي كده بتدي البلانت ستراكشرال سبورت، وبما ان هي امبيرميبل تو ووتر فهي بتمنع خروج الميه اللي ما او بتقلل قدر الامكان من خروج الميه اللي موجوده في البلانت انترنال سيلز، فبالتالي هي بتحافظ على حاجه يا مستر اسمها السيل ترجيديتي. يعني ايه كلمه ترجيديتي؟ يعني ضغط الامتلاء بالماء. طب يا مستر لما تحافظ على ضغط الامتلاء ده معناه ان هي بتحافظ على الفسيولوجيكال سبورت بتاعها، يعني الابيدرمس بيشارك في كل من الاستراكشرال والفسيولوجيكال سبورت. اخيرا يا مستر اتكلمنا على الكورك لايرز اللي بتكون موجوده في الودي تريز. هذه يا مستر الكورك لايرز، المفروض ان هي بيكون عليها ترسبات من ماده اسمها ماده السيوبرين، وبالمناسبه برضه هي خلايا ميته، فبالتالي هي والسكلرينكايما عندهم ستراكشرال سبورت اونلي. ده يا مستر كان ملخص سريع عن السبورت في البلانت. دلوقتي هنتكلم عن السبورت في الانسان. السبورت في الانسان يا مستر بيتمثل في السكيليتال سيستم او الجهاز الهيكلي، وفي فرق كبير جدا جدا ما بين كلمه سكيليتال سيستم وكلمه سكيليتون، لان سكيليتال سيستم هو الجهاز الهيكلي، السكيليتون بالكارتلجز بالجوينتس بالليجمنتس والتندونز، بينما السكيليتون ده يا مستر بيعبر عن ايه؟ السكيليتون ده هو العظم اللي موجود عندنا فقط. السكيليتال سيستم يا مستر ايه دوره بالنسبه للانسان؟ طبعا يا مستر ليه ادوار كتير جدا. اول حاجه ان هو بيبروتكت مثلا سام اورجانز ان ذا بودي، ان مثلا السكال بتحمي جواها البرين، الثوراسيك كيج بيحمي جواه
الهارت والتو لانكس، الفيرتبرال كولن بيحمي جواه السباينال كورد. دي حاجه. تاني حاجه مستر وهي مهمه جدا، ان بيشارك السكيليتال سيستم في الموفمنت، ووجود الجوينتس بتسهل من الحركه، كمان بيساهم في البالانس. وحاجه كمان ان السكيليتون بتاع الانسان المفروض ان هو بيديله الكاركترستيك شيب بتاعه. بتعرف فلان تقول ده انسان، طب عرفت منين انت تعرفه شخصيا؟ لا مستر مش شرط، الهيئه دي هيئه انسان. ايوه عنده سكال، عنده ابر لمبس، عنده لور لمبس، ولها شكل معين. طب ما هو مثلا في حيوانات تانية عندها اطراف برضو ممكن يكون عندها نفس عدد الايه، نفس عدد الـ العظام، ولكن ما بتكونش بنفس الاستراكشر وما بتكونش بنفس الشيب. اذا السكيليتون بشكل عام هو المحدد للكاركترستيك شيب بتاع اي كائن يعني اي كائن انيمال، وخصوصا زي ما هنا بنتكلم عن ايه يا مستر، بنتكلم عن الانسان. السكيليتال سيستم زي ما قلنا في خمس حاجات. ايه هم الخمس حاجات؟ اول حاجه يا مستر السكيليتون اللي هو الهيكل العظمي، احنا هنا بنتكلم عن العظم بس. تاني حاجه هي الكارتليجز، الغضاريف. الغضاريف بتكون موجوده في اماكن كتير في الجسم، منها طبعا الاشهر هي الغضاريف اللي هي الانتر فيرتبرال فايبر كارتليجز، اللي موجوده ما بين ايه، ما بين فقرات العمود الفقري. عندي الجوينتس، والجوينتس هي المفاصل. وكلمه مفصل يا مستر يعني ايه؟ كلمه مفصل هي مكان التقاء عظمتين او اكثر. زي يا مستر عندي جوينتس كتير جدا، منها ده اسمه ايه يا مستر؟ ده اسمه الشولدر جوينت، وده يا مستر اسمه الالبو جوينت. يبقى الجوينت هو مكان التقاء العظام، بينما انا عندي حاجه اسمها الليجامنتس اللي هي الاربطه. الاربطه دي يا مستر اللي بتربط ايه؟ دي اللي بتربط بون with another bone. يعني لو شفت حاجه ربط العظمه دي بالعظمه دي كونكتيف تيشو، يبقى ده اسمه ليجامنت. بينما يا مستر اخر حاجه هي التندونز او اسمها الاوتار، دي بتربط ما بين بون and muscle. يبقى مستر دول الخمس حاجات اللي بندرسهم في السكيليتال سيستم، ويلا بينا نبدأ اول حاجة مع بعض وهي السكيليتون. السكيليتون الهيكل العظمي في الانسان يا مستر فيه كم عظمة؟ الهيكل العظمي فيه 206 عظمة. ال 206 عظمة بنقسمهم الى حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ حاجة اسمها الاكزيال سكيليتون، او بالعربي اسمه الهيكل المحوري لانه موجود في منتصف الجسم تقريبا. وتاني حاجة يا مستر عندي اسمها الابنديكولار سكيليتون، او اسمه الهيكل الايه؟ الهيكل الطرفي. الهيكل المحوري الاكزيال سكيليتون بينكلود ثلاث حاجات. مين هم الثلاث حاجات؟ الفيرتبرال كولم والسكال والثوراسيك كيج. وتعالى بقى نفسر كل واحد فيهم واحده واحده. اول حاجه يا مستر بنتكلم عنها في الاكزيال سكيليتون هو الفيرتبرال كولم او العمود الفقري. العمود الفقري يا مستر قلنا عليه حاجات كتير جدا. اول حاجه لماذا يعتبر العمود الفقري هو محور الجسم؟ قال لك لثلاث اسباب. اول حاجه لانه من الابر بارت بتاعه ماسك مع السكال، ادي اول سبب. تاني سبب علشان من الثوراسيك ريجون، او تاني بوينت، ان من الثوراسيك ريجون بيكون ماسك مع الثوراسيك كيج، وكمان ماسك مع الابر لمبس من خلال عظام البكتورال جيردل اللي هو الحزام الصدري. واخر حاجه انه من اللور بارت من تحت بيكون ماسك مع ايه يا مستر؟ بيكون ماسك مع التو لور لمبس اللي هم الطرفين السفليين بواسطه البلفيك بونز اللي هي عظام الحوض. يبقى انا اول حاجه جاوبت عليها في الفيرتبرال كولم سبب ان هو بيعتبر محور الجسم. الفيرتبرال كولم يا مستر بيتكون من ايه؟ قال لك الفيرتبرال كولم بيتكون من 33 فيرتبري، بيتكون من 33 فقره، ولكن كعظام بيتكون من 26 عظمه. ليه يا مستر 26 عظمه و33 فقره؟ قال لك اصل الفقرات في منها نوعين. في فقرات اسمها articulating vertebrae. بالمناسبه كلمه فيرتبرا يعني فقره، زود لها ايه في الاخر؟ فيرتبري، دي كده اسمها فقرات. قال لك ان في فقرات بتكون articulating متمفصله زي الفقرات اللي في الاول، اول 24 فقره. بينما مستر مثلا عندك الخمس فقرات دول اللي هم الساكرال فيرتبري دول فيوزد توجذر، وبرده الكوكسيجيال اللي في الاخر دول برده يا مستر فيوزد توجذر. فدول بيعملوا 1 بون ودول بيعملوا 1 بون، وبالتالي الفيرتبرال كولم بيكون عنده 33 فقره، ولكن اذا حسبناهم كعظام هتطلع 26 عظمه. وتعالى معايا شويه نتفرج بشويه ديتيلز على المعلومات اللي عايزين نقولها عن الفيرتبرال كولم. يلا بينا دلوقتي يا شباب نتفرج على ال 3D
شيب بتاع الفيرتبرال كولم ونتفرج عليه من ديفرنت فيوز. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى الاول نشوف. ادي يا مستر الفيرتبرال كولم اهو زي ما قلت لحضرتك، عنده 33 فيرتبري، ممكن نجيبه لوحده خالص اهو يا مستر. ال 33 هم عباره عن 5 جروبس اوف فيرتبري. مين هم ال 5 جروبس؟ عندك اول 7 اسمهم السيرفيكال فيرتبري، الفقرات العنقيه، بعد كده 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرال، وفي الاخر 4 كوكسيجيال. 7 السيرفيكال، ال 12 الثوراسيك، ال 5 اللمبر، كلهم فقرات articulating يعني متمفصله، بينما مستر الساكرال فيرتبري دول 5 فقرات ومالهم؟ هم بيكونوا فيوزد توجذر. واخيرا الكوكسيجيال دول برضو بيكون 4 وفيوزد ايه؟ فيوزد توجذر. اهو يا مستر ادي اول حاجه، شوف حضرتك كده، ادي سي 1 سي 2 سي 3، بص سيرفيكال فيرتبرا لحد 4 5 6 7 كده خلاص، دي اخر سيرفيكال فيرتبرا. السيرفيكال فيرتبري بتكون مالها يا مستر؟ بتكون articulating ومودريت ان سايز. بعد كده لما بنبدا في الثوراسيك فيرتبري اهي، الثوراسيك فيرتبري دي يا مستر بتكون برضو articulating ولكنها ايه؟ بتكون سلايتلي لارجر ذان الايه؟ ذان السيرفيكال. تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 لحد ما نوصل ادي تي 10 تي 11 تي 12. بعد التي 12 يا مستر ندخل على اللمبر فيرتبرا. اللمبر فيرتبرا يعني فقره قطنيه، يبقى 7 سيرفيكال، 7 فقرات عنقيه، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، لحد بقى يا مستر ما نوصل الى هنا، ديت اسمها عظمه واحده اسمها الساكرم. العظمه الواحده اللي اسمها الساكرم هي عباره عن الفيوجن ما بين 5 فقرات ساكرال فيرتبري، فعاملين الشكل اللي قدام حضرتك ده اللي هو برود فلات وفيوز فيرتبري توجذر. ثم اخيرا يا مستر الكوكسيجيال فيرتبري اللي هم 4 وملتحمين وهم اصغر الفقرات جميعا. كده اتكلمنا عن الفايف جروبس اوف فيرتبري اللي موجوده في الفيرتبرال كولم، سيرفيكال ثوراسيك لامبر ساكرال كوكسيجيال، 7 12 5 5 4. دلوقتي يا مستر نتكلم عن الاستراكشر اوف بوني فيرتبرا. انا عايز اجيب فيرتبرا واحده زي مثلا دي، انا هاخد فيرتبرا زي دي وعايز اشوف شكلها عامل ازاي. قبل اي شيء عايز اعرف حضرتك الفرق بين الديفرنت فيوز. بص حضرتك انا كده شايف من anterior view، يعني ده راجل انا شايفه كأنك انا مكان الفقرة دي، انت شايفني من وشي من هنا، ده اسمه anterior view. وده posterior view، ده اسمه lateral view. طب بتشوف من فوق ده اسمه dorsal view، بتشوف من تحت اسمه ventral view. برضو dorsal وventral بيطلق على لو انت شايف حاجة من ناحية البطن بالنسبة لي مثلا تقول دي ventrally، بينما لو حاجة من الظهر نقول dorsally. المهم بتنقسم البوني فيرتبرا الى ايه؟ بتنقسم الى اجزاء ومناطق. اول حاجه يا مستر عندي هنا هي السنترم اللي هي الجزء دي، الجزء ده اسمه ايه يا مستر؟ body of the vertebra، او اسمه جسم الفقره العظميه، او اسمه سنترم. جسم الفقره ده يا مستر بيكون الانتيريور ثيك بارت، يعني ده اللي بيكون موجود من قدام، وفي البوني فيرتبرا 7 بروسيسز، الاثنين دول اسمهم ترانسفيرس بروسيسز، لان هم يعني اسمهم النتوءان المستعرضان لان هم موجودين ايه؟ موجودين بالعرض كده. وعندي دول اسمهم انتيريور articulating بروسيسز، والاثنين اللي تحت دول اسمهم posterior articulating بروسيسز. كلمه بروسيس يعني نتوء، يعني حته بارزه، يعني حته زياده. اللي بالعرض دول اسمهم ترانسفيرس بروسيسز، يعني الاثنين اللي بالعرض. والاثنين اللي فوق دول اسمهم anterior articulating بروسيسز، anterior articulating لان هم يا مستر النتوءان المفصليان الاماميان دول اللي هيمسكوا مع الفقره اللي فوقيها. طب مستر والاثنين posterior articulating processes دول اللي هيمسكوا مع الفقره اللي تحتيها. طب مستر كده 6، احنا قلنا ايه؟ قلنا الاثنين transverse processes والاثنين anterior articulating والاثنين posterior articulating. لا يا مستر كمان عندي مين؟ كمان عندي اللي بالاحمر دي اسمها النيورال سباين، والنيورال سباين دي واحده بس مش بير، وبتكون مايله ايه؟ بتكون مايله لتحت داونوردز. فلو قال لك في كام
في كام بروسس في البوني فيرتبرا؟ هقول له 7 بروسيسز. طب لو قال لك كام بير اوف بروسيسز؟ هقول له 3 اونلي، اللي هم البير اوف ترانسفيرس بروسيسز، بير اوف انتيرير ارتكيوليتنج، بير اوف بوستيرير ارتكيوليتنج، واخيرا النيورال سباين. كمان يا مستر الحته دي اسمها النيورال كانال، وهو تجويف بيمر من خلاله السباينال كورد تو بي بروتكتد. اخيرا يا مستر ايه هي وظائف الفيرتبرال كولم؟ قال لك وظائف الفيرتبرال كولم 3 حاجات. اول حاجه بيساعد في حركه الهيد والابر بادي بارتس، غير ان هو مين سبورت فور ذا بادي، واخيرا ان هو بيحمي السباينال كورد انسايد ات. ارجو ان اللي احنا شرحناه دلوقتي يكون كافي عن الفيرتبرال كولم في الملخص اللي بنقول عليه، ويلا بينا نرجع نكمل الاكزيال سكيلتون. هنستمر يا شباب في الكلام عن الاكزيال سكيلتون، وندخل في تاني حاجه وهي السكال. السكال طبعا يا مستر هي الجمجمه. الجمجمه فيها اجمالا 29 بونز، 29 عظمه. ال 29 عظمه دول متقسمين ازاي يا مستر؟ احنا عندنا الجمجمه بتنقسم الى حاجتين، الجزء ده اسمه انتيريور بارت او بنسميه فيشيال، الجزء الوجهي، والجزء اللي من ورا ده اسمه بوستيريور بارت او اسمه سيريبرال بارت. يبقى ده اسمه انتيريور اور فيشيال، واللي ورا اسمه بوستيريور اور سيريبرال. اللي ورا ده يا مستر عباره عن 8 بونز، طب واللي قدام عباره عن 14 بونز. طب مستر 14 و8 كام؟ 14 و8 22. امال السبعه الباقيين فين؟ بما ان حضرتك بتقول ان هم 29 بون، السبعه الباقيين دول يا مستر بيكون اسمهم الاتاتشد بونز، العظام الملحقه، وهم 7 عظمات. 3 عظيمات اسمهم الاوديتوري اوسيكلز او عظيمات الاذن موجوده في الودن دي، و3 عظيمات في الودن دي، واخيرا الهايويد بون او عظمه اللسان. تقول يا مستر ال 29 بون بتوع السكال؟ قال لك بالنسبه للبوستيريور بارت اوف ذا سكال ده بيتكون من 8 بونز ماسكه بعض من خلال السريت التبس، يعني من الاطراف المسننه دي، علشان تشكل كافيتي ان ويتش ذا برين از بروتكتد، علشان تحمي جواها البرين. غير يا مستر ان في قاع الجزء السريبرال بارت، في القاع بتاعه بيكون في تجويف اسمه الفوريمن ماجنم. والفوريمن ماجنم ده يا مستر وظيفته ان هو يكونكت الايه؟ البرين بالسباينال كورد. بينما بالنسبه للفيشيال بارت، الفيشيال بارت بينكلود الايه؟ بينكلود الفيس بونز والتو جوز، وكمان البوزيشنز اوف سنس اورجانز، اللي هي العظم اللي موجود في تجويف العين او عظم الايه؟ عظم النوز. ثالث حاجه يا مستر واخر حاجه بنتكلم فيها في الاكزيال سكيلتون هي الثراسيك كيج او القفص الصدري. القفص الصدري بيتكون من ايه؟ احنا عندنا يا مستر عظمة اللي هي هنا في النص، العظمة دي اسمها الاسترنم بون، ودي عظمة واحدة بس. العظمة دي يا مستر عبارة عن فلات بون، اللور اند بتاعها بيكون بوينتد، بيكون مدبب، وكمان بيكون كارتليجينس يعني غضروفي. واتاتشد ليها مش كل الايه؟ مش كل الريبس. احنا عموما عندنا 12 بيرز اوف ريبس. 12 بيرز اوف ريبس، انت عندك في العمود الفقري مش انت عندك 12 ثوراسيك فيرتبري؟ الفيرست بير اوف ريبس ماسك مع الفيرست ثوراسيك فيرتبرا، السكند بير مع السكند ثوراسيك، الثيرد بير مع الثيرد ثوراسيك، تمام. فبالتالي 12 بيرز اوف ريبس ماسكين مع 12 ثوراسيك فيرتبري. بيمسكوا معاها منين بالظبط يا مستر؟ من عند السنترم والترانسفيرس بروسيس، زي ما هوري لحضرتك كمان شويه. دي حاجه. طيب بالنسبه للاسترنم، يبقى من ورا الريبس كلها ال 12 بير كلهم ماسكين مع 12 ثوراسيك فيرتبري، بينما من قدام 10 بيرز بس من الريبس هي اللي ماسكه مع عظمه الاسترنم، لان التو بيرز الاخيرين هنا وهنا بتكون ماسكه في ايه يا مستر؟ بتكون ماسكه فقط في العمود الفقري من ورا، ولكن من قدام they are short and they cannot reach the sternum bone، علشان كده بنسميها الفلوتنج ريبس، او اسمها الضلوع الايه؟ الضلوع العائمه. في حاجة مهمة جدا واسئلة كتير بتتكلم في ارقام بالنسبة للثراسيك كيج. على سبيل المثال ممكن اسأل حضرتك هو في كام بيرز اوف ريبس؟ تقول لي 12. طب في كام ريب؟ تقول لي 24. فاحنا لازم نخلي بالنا من الاسئلة اللي بتتكلم بالبيرز واللي بتتكلم بالسنجل. طب لو قلت لك في كام بير اوف ريبس؟ كام بير اوف ريبس مشترك بين الفيرتبرال كولم والاسترنم؟ تقول لي 10، ده المشترك. طب لو قلت لك كام ريب؟ تروح قايل لي 20. حلو. طب مستر لو قال لي في كام بير اوف ريبس ماسك في الاسترنم؟ 10 بيرز اوف ريبس. طب لو قال لي كام بير اوف بونز؟
الموضوع ده مهم جدا وسؤال خطير جدا. الفرق بين كام بير اوف ريبس ماسك في الاسترنم وكام بير اوف بونز؟ كام بير اوف ريبس؟ 12 بير. طب كام 10 بيرز سوري. طب لو قال لك في كام بير اوف بونز ماسك في الاسترنم هتقول له 11، لان الاسترنم كمان بيبقى ماسك مع ايه يا مستر؟ بيبقى ماسك مع عظمتي الكلافيكل، بس عظمتين الكلافيكل دول مش ريبس، فعشان كده السؤال بيختلف من ما اقول لك من حرف اس زياده. السؤال بيختلف مش من كلمة، من حرف اس زيادة. نفس السؤال لو قال لك كام رب ماسك فيه الاسترنم تقول له 20، لان انا هنا بسأل بالسنجل. طب لو قال لي كام بون هتقول له كام؟ هتقول له العشرين رب ومعاهم الاثنين كلافيكل بونز، يبقى الاجابة هتبقى ايه يا مستر ساعتها؟ هتبقى 22 بون ماسكين في عظمة الاسترنم. ايه هي يا مستر اهمية الثوراسيك كيج؟ طبعا حماية القلب والرئتين، وكمان حركته بتساعد على الايه؟ بتساعد على التنفس، حيث ان الثوراسيك كيج الضلوع بتاعته بتتحرك انتيريورلي اند لاترالي في عملية الانسبيريشن، وبتتحرك اوبوزيت تو وات هابند، بس ده في عملية الاكسبيريشن. تمام يا مستر، كده خلصنا الاكزيال سكيلتون، بس برضو تعالى نتفرج مع بعض سريعا على ال 3D شيب بتاع السكال والثوراسيك كيج. يلا بينا حبايبي، يلا بينا. ادي قدام حضرتك الشكل ال 3D للسكال. السكال زي ما قلنا احنا بنقسمها ل 2 بارتس، الجزء ده اسمه posterior or cerebral part، واللي قدام اسمه facial or anterior part. كل عظمه لها اسم ولكن ملناش دعوه. يعني مثلا العظمه دي اسمها الفرونتال بون، البارايتال بون، التمبرال، وطبعا في منها ار وال اللي هي رايت وايه رايت وليفت. يمكن حضرتك الاسامي ديت مش غريبه عليك شويه، لان انت خدت اسم الاسامي بتاعت اللوبس بتاعت السيريبرال هيمسفيرز السنه اللي فاتت كانت بنفس الاسامي، تمبورال واوكسيبيتال وبارايتال وكده. طبعا نلاحظ ايه يا مستر؟ نلاحظ وجود السريتد تيبس، الاطراف المسننه عند العظم ده، علشان تبقى عامله عشان تعشق في بعض زي ما بنقول كده، وتشكل كافيتي علشان البرين يكون ايه؟ يكون بروتكتد ما بينها. وادي يا مستر اللي ما كانش موجود في الصوره، وهو الثقب اللي موجود فيه البوستيريور بارت اوف ذا سكال، اللي هو اسمه ايه؟ اللي اسمه الفوريمن ماجنم، اللي من خلاله البرين بيتصل بالسباينال كورد. بالنسبه للفيشال بارت بينكلود الفيس بونز، التو جوز، الماكسيلا والمانديبول، وكمان البوزيشنز اوف سنس اورجنز زي اللاكريمال بون وزي النيزل بون، النيزل اللي هي عظمه الايه؟ عظمه المناخير. بنلاحظ برضو حاجه هنتكلم عنها كمان شويه، وهي ان طبعا انتوا عارفين ان احنا اللي عندنا اللي بيتحرك هو اللور جو، الابر جو ده ما بيتحركش. اللور جو يا مستر بيكون متصل بعظمه التمبورال بون، بيكون متصل بيها بواسطه ايه؟ بواسطه ليجامنتس، علشان يعمل مفصل عشان تقدر تفتح وتقفل ايه؟ تفتح وتقفل بقك. بالمناسبه كمان ادي العظمه اللي قلت لحضرتك عليها، احنا قلنا ان في 7 اتاتشد بونز، 3 اوسكلز هنا و3 اوسكلز هنا، وكمان عندي العظمه دي اللي هي الهايويد بون او عظمه اللسان. كده يا مستر احنا اتكلمنا تقريبا في كل حاجه عن السكال، نتكلم بقى عن الثوراسيك كيج. ادي يا مستر الثوراسيك كيج قدام حضرتك، عظمه الاسترنم فلات بون بوينتد ات اتس لوور اند ويتش از ايه؟ ويتش از كارتليجينس، وبيبقى فيه 12 pairs of ايه؟ 12 pairs of ribs. ال 12 pairs of ribs من ورا ماسكين في ايه؟ ماسكين في ال 12 ثوراسيك فيرتبرا. يعني مثلا تعالى كده هنا، ده ايه يا مستر؟ ده الفيرست ريب ماسك مع التي 1، والسكند ريب مع التي 2، والثيرد ريب مع التي 3 وهكذا. بس في فرق يا مستر لما بنتكلم عن، لما اقول مثلا هو الفيرست ريب ماسك في الثوراسيك الكام؟ في الثوراسيك الاولى. طب لو قال لي في الفقرة الكام؟ لا يا مستر تفرق. الفقرة الكام يبقى أنا عايز الفقرة ترتيبها بين الفقرات كلها، هي مش أول ثوراسيك في قبلها 7 سيرفيكال؟ آه. يبقى لو قلت الفيرست ريب ده ماسك في التي 1 أو الثوراسيك نمبر 1، ولكنه ماسك في الفرتبرا رقم 8. طب لو قال لك اللاست بير أوف ريبس، ما هو اللاست بير هو رقم 12، ماسك في الثوراسيك رقم كام؟ في الثوراسيك رقم 12. طب في الفرتبرا رقم كام؟ يعني رقمها من الفرتبرا الكولم كله طبعا 19، لأن أنت حسبت الـ 7 السيرفيكال. الكلام اللي أنا بقوله قصدي بيه ان كل كلمة وكل حرف خصوصا في المنهج بشكل عام وفي شابتر 1 بشكل خاص ليه اهمية مهمة جدا، وقراءة السؤال جيدا تعتبر بالنسبة لي نص الاجابة. في ناس كتير بتغلط مش علشان هي مش عارفة، في ناس كتير بتغلط علشان هي متسرعة متسربعة مش عايزة تقرأ السؤال اصلا، فانت ازاي هتجاوب اجابة صحيحة اذا كنت انت اصلا ما بتقراش السؤال كويس. ده مستر بالنسبة للفيرتبرال كولم. طبعا بص ده كده بنسميه ايه؟
اسمه vertebral sternal لان هو متصل ما بين vertebral column posteriorly وعظمة الاسترنم anteriorly. ولكن شوف الاثنين اللي تحت دول اسمهم ايه يا مستر؟ floating or vertebral ribs, the last two pairs of ribs floating. عايمة قال لك or vertebral ribs. يعني ايه vertebral ribs؟ لان هي من ورا بس كما على العمود الفقري فقط, ومن قدام they are short, they cannot reach the sternum bone. رجعنا تاني علشان نكمل كلامنا, ولكن دلوقتي خلصنا الاكزيال سكيليتون. يلا بينا يا مستر نبدا في الابنديكولار سكيليتون. الابنديكولار سكيليتون في حاجتين فقط اللي هم مين يا مستر؟ اول حاجه البكتورال جيردل, الحزام الصدري, والتو ابر لمبس, والبلفيك جيردل, الحزام الحوضي واللور لمبس. طبعا يا مستر البكتورال جيردل ده بيتكون من ايه؟ البكتورال جيردل ده عباره عن نصين, كل نص فيه عظمتين. العظمه دي اسمها عظمه الكلافيكل او عظمه الترقوه, دي عظمه موجوده من ناحيه البطن, فبنقول ان هي فنترال ثين بون. anteriorly ماسكه في عظمه الاسترنم, ولاترالي ماسكه في العظمه الثانيه اللي اسمها عظمه الاسكابيولا او عظمه لوح الكتف. عظمه لوح الكتف دي بتكون triangular dorsal bone, من جوه بتكون برود يعني عريضه, ومن بره pointed, وعندها بروسيس بيمسك في عظمه الكلافيكل. من بقى مستر من الاوتر اند بتاع الاسكابيولا في تجويف, التجويف ده اسمه الجلينويد كافيتي, علشان تدخل فيه راس عظمه الايه؟ راس عظمه الهيوميرس, علشان يعملوا مع بعض حاجه اسمها الشولدر جوينت. طب ما تيجي بقى نتفرج عليها علشان نشوف كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا واحده واحده يا مستر ومن الاول خالص. البكتورال جيردل اللي هو الحزام الصدري زي ما قلت لحضرتك عباره عن نصين, كل نص فيه 2 بونز, يعني البكتورال جيردل كله على بعضه 4 بونز. العظمتين دول اللي هم عظمه الكلافيكل, دي ال ودي ار, دي ليفت ودي رايت, ودي عظمه الاسكابيولا او عظمه لوح الكتف. قلنا ايه عن عظمه الكلافيكل؟ قلنا it is a ventral thin bone, anteriorly ماسكه في عظمه الايه؟ ماسكه في عظمه الاسترنم, ولاترالي ماسكه في عظمه الاسكابيولا. تلاحظ ايه عن الاسكابيولا؟ الاسكابيولا it is a triangular dorsal bone, الانر اند بتاعها عريض برود, والاوتر اند is pointed, وعنده البروسيس ده اللي ماسك فيه بعظمه الكلافيكل. لو جينا بقى عملنا هايد لباقي العظم, هتلاقي يا مستر ان في الاوتر بوينتد اند اوف ذا سكابيولا, بص كده, في الاوتر بوينتد اند اوف ذا سكابيولا في حاجه اسمها ايه يا مستر؟ الجلينويد كافيتي. والجلينويد كافيتي دي ايه يا مستر؟ هي ديت اللي هيمسك فيها او اللي هتدخل فيها راس عظمه الهيوميرس مكونه الشولدر جوينت. طب يا مستر ندخل بقى بعد كده في ايه؟ احنا خلاص كده خلصنا الشولدر جيردل, نتكلم عن الايه؟ نتكلم عن الابر ليمب. ادي يا مستر الابر ليمب زي ما حضرتك شايف, الابر ليمب كله على بعضه 30 عظمه, ده 30 وده 30. بينقسم الابر ليمب الى ثلاث حتت. الابر ليمب كله عباره عن ابر ارم, فور ارم, والهاند بونز. ابر ارم اللي هو ده, الفور ارم اللي هو ده, والهاند بونز. الابر ارم هو عظمه واحده بس اللي هي عظمه اسمها عظمه الايه؟ عظمه الهيوميرس. الهيوميرس دي يا مستر الراس بتاعتها داخله في الجرينويد كافيتي اللي في الاوتر بوينتد اند اوف ذا سكابيولا, بينما عندها من تحت عندها بروجيكشن, البروجيكشن ده داخل في العظمه دي اللي اسمها عظمه ايه يا مستر؟ اللي اسمها عظمه الالنا. انا ممكن اعمل كده, بص, عشان تشوف كويس, عشان الاربطه ديت مخلياك مش شايف الارتكيوليشن عامل ازاي. بص كده, شايف عامل ازاي عظمه الالنا؟ بص لو خبينا دي كده, عظمه الالنا دي يا مستر هي يعني انا بنقسمها كده, احنا بنحفظها ازاي عظمه الالنا؟ اليو بتبص لفوق, عندها يا مستر تجويف, عندها ديبريشن, والديبريشن ده داخل فيه ايه؟ داخل فيه البروجيكشن بتاع الهيومرس. يبقى الهيومرس من فوق عندها هيد داخله في الجلينويد كافيتي بتاعت الاسكابيولا علشان تعمل شولدر جوينت, وعندها بروجيكشن داخل في عظمه الالنا ومتصل كمان بعظمه الراديوس علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل الالبو جوينت. بالمناسبه ازاي يا مستر اعرف الراديوس من الالنا؟ سهله جدا جدا جدا. الراديوس يا مستر موجود تو اوتسايد, تو اوتسايد يعني من ناحيه الايه؟ من ناحيه الثمب. الراديوس هنا والالنا ايه؟ والالنا الناحيه الثانيه. خلي بالك ان في فرق. ليه يا مستر؟ في الوضع التشريحي الطبيعي العظمتين بيبقوا بارلل, الراديوس هنا والالنا هنا. طب لو انا عملت كده, عظمه الراديوس يا مستر بتتحرك ان اسيمي سيركولار موشن اراوند الالنا, فانا كده العظمتين بارلل, وطبعا الراديوس ناحيه الثمب. طب لو عملت كده هيبقوا هما الاثنين انترسكتد وعاملين اكس شيب, وبرده الراديوس هو اللي هيظل فين يا مستر؟ هيظل ناحيه الثمب.
تعالى كده نشوف تاني اهو يا مستر. بص الريدياس ناحيه ايه؟ الريدياس ناحيه الصبع الكبير اهو، ناحيه الايه؟ ناحيه الثمب. جميل، يبقى احنا قلنا ها ابر ارم فور ارم والهاند بونز. الابر ارم عظمه واحده وهي عظمه الهيومرس، الفور ارم عظمتين الالنا والريدياس، الريدياس لبره والالنا لجوه، واخيرا يا مستر عندي الهاند بونز. تعالى اجيب لك صوره للهاند بونز من غير ايه؟ من غير ليجامنتس. قال لك الهاند بتنقسم الى ثلاث اجزاء، الريست اللي هو المعصم، والهاند بالم كف الايد، واخيرا الفالنجس اللي هي الايه؟ اللي هي السلاميات او اللي هي عقل الصوابع يعني. الريست فيه 8 عضمات، الثمان عضمات دول يا مستر موجودين في تو روز في صفين واسمهم كاربلز. هو كل واحده لها اسم بس مش علينا، هم الثمان عضمات يا مستر اسمهم كاربلز، والكاربلز ديت بتكون متصله الابر بارت بتاعها ماسك في اللور بارت بتاع عظمه مين؟ بتاع عظمه الريدياس. الالنا ملهاش دعوه خالص بالايه؟ بالريست جوينت هنا. تمام، 8 كاربلز، وبعد كده الفور ارم بعد كده الهاند بالم اللي هي راحه الايد. راحه الايد يا مستر عندها ايه؟ راحه الايد فيها 5 امشاط كل واحد فيهم اسمه ميتا كاربل. يبقى الثمان عضمات بتوع الريست اسمهم كاربلز، بينما الخمس عضمات بتوع الهاند بالم اسمهم ايه يا مستر؟ اسمهم ميتا كاربلز. واخيرا السلاميات هم 14 عقله صباع، 3 في الصبع ده وده وده وده، و عقلتين بس في الصبع الكبير. يبقى احسب كده 3 و3 6 و3 9 و3 12 و2 14، 14 عقله، معاك 5 ميتا كاربلز في الهاند بالم، ادي كده 14 و5 19، 19 و8 في الريست اللي هم الكاربلز ادي 27، النا وريدياس 29، والهيومرس يبقى الابر لمب الواحد فيه كام؟ فيه 30 عظمه يا مستر. جميل كده خلصنا الكلام عن الايه يا مستر؟ عن البكتورال جيردل والابر لمبس. يلا بينا بقى نتحول الى البلفيك جيردل واللور لمبس. بالنسبه للبلفيك جيردل يا مستر، البلفيك جيردل عباره برضو عن تو هافز، التو هافز متصلين ولكن من ناحيه البطن مش من ناحيه الظهر. بص من ناحيه الظهر هم مش متصلين، اللي بينهم ده ليجامنتس على فكره. بص انا برضو ممكن اعمل لك حركه حلوه هنا اهو علشان تتاكد من الكلام اللي انا بقوله. ادي يا مستر الحوض اهو، الحوض من ورا ما بيكونش متصل، بيكون متصل منين؟ بيكون متصل من الفنترال سايد من قدام. كل نص يا مستر في الحوض فيه 3 عضمات، عظمه من ناحيه الظهر والعظمه دي اسمها إليام، وفي عظمتين من الفنترال سايد، واحده فنترالي انتيريورلي، فنترال من قدام اسمها بيوبس، وواحده فنترالي بوستيريورلي اسمها عظمه الاسكيام. مستر هل معنى ذلك ان البلفيك جيردل عباره عن 6 عضمات 3 و3؟ هقول لك لا، الثلاثه دول ده وده وده ملتحمين، وده 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 برضه ملتحمين، يعني دول عاملين عظمه ودول عاملين عظمه، فبالتالي البلفيك جيردل عظمتين فقط متصلين يا مستر من الجزئيه ديت اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها البيوبيك سيمفيسز، وده يا مستر موضع التقاء النصين بتوع الحوض. خلي بالك بقى ان في موضع الالتقاء بتاع الاليوم والبيوبس والاسكيوم ذير از ا ديب كافيتي، الكافيتي اللي قدام حضرتك دي اسمها الاسيتابولم، والاسيتابولم دي يا مستر بتقابل فوق الجلينويد كافيتي علشان تعمل يدخل فيها راس العظمه بقى اللي هي الاول واحده في اللور لمب تحت اللي هي اسمها عظمه الايه؟ عظمه الفيمر، فيعملوا مع بعض ده اسمه الهيب جوينت. بالمناسبه الشولدر جوينت كان بيتكون من عظمتين، الهيومرس داخله في الجلينويد كافيتي بتاعت الاسكابيلا، وبرده الهيب جوينت عظمتين. عظمه الفيمر هتقول لها يا مستر 4 عظمات، ما هي 1 2 3 والفيمر، ما احنا قلنا ان الثلاثه دول ملتحمين، يعني اذا يا مستر برده الهيب جوينت عباره عن تو بونز اونلي. بالمناسبة كمان عشان نخلص الكلام بالنسبة للبلفيك جيردل، البلفيك جيردل العظمة اللي بتكون ماسكة في التو إليا هي عظمة الساكرم اللي هي الخمس فقرات الساكرال، وكمان الكوكسيجيال، بس الكوكسيجيال مش ماسكة في حاجة، هي اللي ماسكة في التو إليا هي مين يا مستر؟ هي الفايف ساكرال فيرتبري اللي فيوزد توجذر. ده بالنسبة للبلفيك جيردل. طب لو مستر لو جينا نتكلم عن اللور لمبس، اللور لمبس زي الابر لمبس بتتكون من 3 مناطق. أول حاجة يا مستر هي عظمة الفيمر، قلنا إن الراس بتاعتها داخلة في الأسيتابولم كافيتي اللي موجودة في موضع التقاء الإليوم والإسكيوم والبيوبس. عندي يا مستر بعد كده عظمتين زي ما هنا عندي في الإيد الألنا والريدياس، هنا عندي عظمة اسمها عظمة التيبيا وعظمة اسمها عظمة الإيه؟ عظمة الفيبيولا. الفيبيولا بتكون تو اوت سايد والتيبيا بتكون ايه؟ بتكون تو انسايد، وان فرونت اوف ذم في عظمة عندي اسمها عظمة الباتيلا. بعد كده يا مستر عندي الايه؟ عندي الفوت بونز اهم،
الفود بونز برضو زي ما الايد كانت ثلاث حاجات، برضو الفود ثلاث حاجات، فوق في ريست، هنا في انكل، ولكن الريست كان عظمه اسمه كاربلز وكانوا ثمانية، الانكل العظم اسمه تارسلز وبيبقوا سبعة بس، واكبر واحدة هي الهيل بون او عظمة الكعب. في خمس امشاط في الهاند بالم، وفي برضو خمس امشاط في الرجل، بس اللي في الايد اسمهم ايه؟ اسمهم ميتا كاربلز، انما دول اسمهم ميتا تارسلز. وبالنسبة لعقل الصوابع برضو مستر 14، 3 و 3 و 3 و 3 و 2 بس في الصوبع الكبير. تيجي تعد هتلاقي 14 فالانجز، 14 عقلة مع خمس امشاط، يبقى كده 19، 7 في الانكل، ادي كده 26، تيبيا وفيبيولا ادي كده كام؟ 28، والباتيلا والفيمر يبقى كله 30 عظمة. تيجي تحسب كله، اللور لمب اليمين والشمال ادي كده 60 عظمة، والابر لمب يمين وشمال ادي 60 عظمة، 60 و60 120، واربع عظمات في البكتورال جيردل وعظمتين في البلبك جيردل، يبقى اذا الابنديكولار سكيلتون كله على بعضه 126 عظمة. يبقى كده يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا مع بعض ملخص، يمكن هو ملخص مفصل شوية بالنسبة للسكيليتون. اتكلمنا عن الاكزيال سكيليتون، الفيرتبرال كولم زي ما قلنا 26 عظمة، السكالب الاتاتشمنت 29 عظمة، والثوراسيك كيج 25 عظمة، الاسترنم مع الايه؟ مع ال 12 بيرز اوف ريبس. بالمناسبة لو اتكلمت، لو قال لك الثوراسيك كيج لوحده كام ما تقولوش 25، قول له 37. مستر ايه اللي جاب 25 ل 37؟ ما انت بتحسب معاهم الايه؟ ال 12 ثوراسيك فيرتبري. ولكن لو جمعت الثوراسيك كيج مع الفيرتبرال كولم ما ينفعش تقول ده 37 وده 26، لان انت معنى كده هتبقى حاسب الفقرات الايه؟ الفقرات الثوراسيك هتبقى حاسبها مرتين. يلا مع بعض، 20 و20 و20 60، 5 و9 14 و6 20، يبقى الاكزيال سكيليتون كله 80. ولسه حاسبين الابنديكولار سكيليتون البيكتورال جيردل 4 والابر لمبس 30 و30، اللور لمبس 30 و30 والبلفيك جيردل عظمتين 60 و60 120 126. حط ال 126 على ال 80 يطلع السكيليتون كله يا مستر كام عظمه؟ 206 بونز. ندخل بعد كده يا مستر عن الكارتليجز، والكارتليجز اهون بكتير من الرغي اللي احنا قعدنا نتكلم فيه بالنسبه للسكيليتون. الكارتليجز يا مستر هي عباره عن ستراكشرز، عباره عن سكيليتال كونكتيف تيشو. الكارتليجز والبونز كلاهما سكيليتال كونكتيف تيشو، ولكن البونز بتبقى هاردر لان بيبقى عندها ديبوزيشنز من الكالسيوم. كان في معلومه مهمه جدا عن الكارتليجز، ان الكارتليجز يا مستر دو نوت هاف بلود فيسلز، ما عندهاش اوعيه دمويه، لا داخل لها ارتري ولا طالع منها فين. الله، امال يا مستر بتاخد الاكل بتاعها منين؟ قال لك بتحصل على الفود والاكسجينز بتاخده من البونز باي ديفيوجن. وكان بيحضرني هنا سؤال مهم جدا، يقول لحضرتك ايه هي العظمه اللي بتتغذى بطريقتين مختلفتين؟ وطبعا هو بايه بيلف ويدور عليك شويه، الاجابه هنا هي عظمه الاسترنم، لان عظمه الاسترنم هي عظمه ولكن الجزء الاخير فيها ايه؟ الجزء الاخير فيها كارتليجينس، فبالتالي الجزء البوني فيها بيتغذى من بلاد فيسلز عادي جدا، والجزء الكارتليجينس بياخد من البونز باي ديفيوجن. ده مستر كام بالنسبه للكارتليجز؟ بتتكون من كارتليجينس سيلز تبع السكيليتال كونكتيف تيشو، ما عندهاش بلاد فيسلز وبتاخد الاكل والاكسجين بالديفيوجن، موجوده في اماكن كتيره يا مستر في الجسم، زي مثلا ان هي بتكون موجوده في النوز، موجوده في الايرز في صوان الاذن، ده موجوده كمان في البرونكيولز اللي هي الشعب الهوائيه اللي في الرئه اللي داخله في الرئه، وكمان موجوده يا مستر بين الفقرات في العمود الايه؟ في العمود الفقري. واهميه الكارتليجز ان هي بتبريفنت الكروجن، بتمنع التاكل الناتج عن الكونتينوس فريكشن. وبرده يحضرني هنا سؤال مهم جدا، كان بيقول لحضرتك هاو فار ذا ستيتمنت از كوركت، بيقول لك الكارتليجز always work on preventing الكروجن، والاجابه هنا رونج. ليه يا مستر؟ مش هي فعلا بتبريفنت الكروشن؟ بس مش اولويز، لان انت عندك الكارتليجز اللي بتكون المناخير او اللي بتكون الودان او البرونكيولز، هي هنا مش وظيفتها انها تمنع الاحتكاك. وده كان كل اللي نقدر نتكلم فيه عن الكارتليجز. ندخل بعد كده مستر في الجوينتس، المفاصل، قلنا هو مكان التقاء عظمتين او اكتر، والجوينتس بتنقسم عندي الى ثلاث حاجات. اول حاجه يا مستر اسمها الفايبرس جوينتس، الفايبرس جوينتس بعد منها في الكارتليجينس جوينتس، واخيرا عندي حاجه اسمها الساينوفيال جوينتس. الفايبرس جوينتس دي سهله جدا، قال لك الفايبرس جوينتس دي يا مستر اللي بيحصل، قال لك العظم اللي بيكون موجود في هذه الجوينتس بيكون ماسك بعض بفايبرس سبستانس، هذه الفايبرس سبستانس مع تقدم العمر بتتحول الى بوني سبستانس والعظم بيلحم في بعضه. اشهر مثال هنا يا مستر هو
المفاصل خلي بالك من كلمه مفصل وعظم، يعني بص دي عظمه ودي عظمه، المفصل هو مكان التقائهم هما الاثنين. طبعا يا مستر اشهر مثال هو البوستيريور بارت اوف ذا سكال اللي هي العظم اللي ماسك بعض من السريت التبس، وكمان ذي دو نوت الاو الموفمنت ات اول، انت ما بتقدرش تحرك العظم ده ولا تفتح ولا تقفل جمجمتك ولا الكلام ده. تاني نوع الكارتليجينس جوينتس او المفاصل الغضروفيه، قال لك دي يا مستر زي اللي موجوده بين فقرات العمود الفقري، بتسمح بحركه ولكنها ايه، ولكنها حركه محدوده جدا. يبقى ده لا يسمح بالحركه خالص، ده بيسمح بحركه محدوده. بينما الساينوفيال جوينتس او اللي اسمها المفاصل الزلاليه، لا يا مستر دي بتسمح بالحركه فريلي. ليه يا مستر الساينوفيال جوينتس بتسمح بالحركه فريلي؟ اولا الساينوفيال جوينتس بتنقسم الى نوعين. مين هما النوعين؟ في منها مستر وايد موفمنت، يعني ايه؟ يعني بتتحرك حركة في جميع الاتجاهات، وفي ليميتد موفمنت يعني بتتحرك في اتجاه واحد، وجمعهم لك في الصورة اللي قدام حضرتك دي. ده ايه يا مستر؟ ده الشولدر جوينت. الشولدر جوينت انت بتقدر تحركه 360 درجة في جميع الاتجاهات، فده يعتبر وايد موفمنت. الشولدر والهب، بينما الالبو جوينت والني جوينت مفصل الركبة كلاهما، طبعا مستر ده الالبو جوينت كلاهما هو ومفصل الركبة limited movement joints synovial. طب مستر يعني ايه كلمة synovial joints؟ synovial يعني العظمتين اللي بتلتقي اللي بيلتقي في هذا الجوينت، اولا بيكون كل واحدة فيهم متغطية بديليكت لاير، يعني بطبقة رقيقة من سموث ترانسبيرنت كارتليجينس سبستنس. العظم اللي موجود في هذه الجوينتس بيكون عليه طبقة غضروفية شفافة ملساء علشان تخلي العظم ايه يا مستر؟ يتحرك بأقل احتكاك. غير ان بيبقى في ما بين الكارتليجز ديت في المسافة دي بيكون في حاجة اسمها ساينوفيال فلويد او السائل الزلالي، والساينوفيال فلويد ده ماله يا مستر؟ ده اللي بيخلي يحصل ايزي سلايدنج للكارتليجز اللي موجودة على التيبس اوف بونز. ده بالنسبة يا مستر للجوينز الفايبرس والكارتليجينس واخيرا الساينوفيال. بعد كده يا مستر اتكلمنا عن الليجامنتس الاربطة، والاربطة دي بتربط ما بين بون اند انذر ايه؟ انذر بون. الليجامنتس يا مستر عبارة عن نوع من الكونكتيف تيشو بروبر، بتكون سترونج، بتكون عندها ديجري اوف الاستيستي، والحتة دي مهمة جدا. ليه يا مستر عندها ديجري اوف الاستيستي قدر من المرونة؟ قال لك علشان تسمح بزيادة تمددها شوية علشان ما تتقطعش زي الاستيك كده. ليه؟ في حالة تعرض المفصل الى external pressure، لانها لو كانت جامدة مع اقل حركة غلط كان زمانها تتقطع، وكان زماننا بيتين نايمين في المستشفيات دلوقتي بنعمل عمليات والعياذ بالله. ولكن هي عندها مستر قدر من الديورابيليتي وقدر من الالاستيستي. في اهميتين للليجامنتس قلنا واحدة فيهم وهي ها ان هي بتربط بون واذر بون، والاهمية التانية وهي الاهم بقى الصراحة لانها بيتسأل فيها في الامتحانات تقريبا كل سنة، وهي ان الليجامنتس هي اللي بتتحكم في الدايركشنز بتاعة الايه الموفمنت. يعني مثلا يجيب لك سؤال ويشاور لك على ليجامنت ويقول لك what happens in case of absence of this structure، او مثلا يسميه one ويقول لك in case of absence of structure one، تقول له ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في الاختيارات ان مش هنقدر نحدد الدايركشن بتاع الموفمنت بس. تمام. مين يا مستر امثله على الليجامنتس؟ الامثله عندي الني جوينت والليجامنتس اللي موجوده فيه. اخذنا اربع اربطه اللي هي الاربطه الصليبيه. عندي يا مستر الانتيريور كروشيت ليجامنت الرباط الصليبي الامامي، عندي البوستيريور كروشيت ليجامنت الرباط الصليبي الخلفي، الميديال كولاترال ليجامنت. الثلاثه دول ما بين عظمه الفيمر وعظمه التيبيا، بينما يا مستر واحد بس موجود ما بين عظمه الفيمر وعظمه الفيبيولا، واسمه اللاترال كولاترال ليجامنت، او اسمه الرباط الجانبي. فبالتالي الاقل تاثيرا على حركه الايه اللور ليمب هي عظمه الفيبيولا اللي موجوده تو اوتسايد. واخر حاجه يا مستر بنختم بيها السبورت عندنا في الانسان هي التندونز او الاوتار. الاربطه كانت بتربط بون وبون، بينما التندونز بتربط ما بين بون اند مصل، طبعا سكيليتال مصل يا مستر. تمام. التندونز يا مستر بتكون سترونج برضو كونكتيف تيشو كل حاجه، ولكنها ليست الاستيك زان مين؟ زان الليجامنتس. عندي مثال واحد فقط على التندونز، وهو مين يا مستر؟ وهو الاكيليس تندون، او اسمه الكالكينيوس تندون. ده يا مستر بيربط ما بين عظمه وعضله. مين هي العظمه؟ العظمه هي العظمه دي اللي هي الهيل بون، وبين عضلة اللي هي اسمها ايه يا مستر؟ الجاستروكنيميوس ماسل، او اسمها العضلة التوأمية.
ماله بقى يا مستر الاكل ستندون ده؟ قال لك مشكله كبيره جدا لو حصل ايه، لو حصل اي قطع اي تيرنج في الاكل ستندون. مستر وايه اللي ممكن يسبب العصب اللي قطع في الاكل ستندون؟ قال لك والله ممكن بيرفورمنج فيجرس افورت، لو بتعمل مجهود جامد، او حصل سادن كونتراكشن في الجاستروكنيمياس ماسل، انقبضت انقباض مفاجئ، او حصل لوس اوف الاستيسيتي في هذه الماسل. طب ايه الاعراض يا مستر؟ يعني ايه اللي هيحصل لو حصل قطع في الاكل ستندون؟ حضرتك ده اللي رابط العظم بالعضله، يعني انت رجلك كلها بتتحرك بسبب العضله دي، فلو حصل لوزنج للكونكشن ساعتها هيكون في انابيليتي اوف ووكينج، مش هتعرف تمشي بعد الشر عليك، هيبقى في هيفي موفمنت اوف ذا فوت، وكمان هيبقى في اكيوت بين. طب العلاج؟ قال لك والله العلاج على حسب القطع كلي ولا القطع جزئي. والله لو القطع جزئي او حصل تورم بسبب بكتيريا الانفكشن او حاجه، والله ممكن اخد انتي انفلاماتوري اند انالجيسك دراجز، ممكن اخد مضادات التهاب واخد مسكنات. طب لو القطع جزئي، والله يا مستر انا هعمل ميديكال سبلانت، هعمل جبيره طبيه اللي شبه الجبس دي. طب لو في كومبليت تيرنج للاكيل ستندون، خلاص يا مستر عليك وعلى الايه؟ وعلى السيرجيكال انترفنشن اللي هو التدخل الجراحي. زي هنا يا مستر اهو قطع في الاكيل ستندون، بتتعمل عمليه بالمنظر اللي قدام حضرتك ده، تمام؟ بتتفتح فتحه من ايه؟ من ظهر الرجل، والاكيل ستندون اهو بيقول لك اهو تورن تندون اند سوتشورد توجذر. سوتشورد يعني ايه يا مستر؟ بيتخيط بايه؟ بخيط جراحه و بيلتئم، ولكن طبعا بيبقى في فتره نقاهه على ما تقدر، يعني مش مجرد ان انت تربطه خلاص يلا اتفضل اتكل على الله، لا 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 مفيش الكلام ده، بيبقى في فتره هيلنج، والفتره ديت ممكن توصل لاكثر من 9 شهور. والاصابه ديت اصابه القطع الكامل في الاكيليس تندون هي شائعه جدا في الالعاب اللي فيها نط كتير زي الباسكت بول وزي الايه وزي الفولي بول. يبقى يا مستر بكده نكون خلصنا خالص كلامنا عن السبورت في الانسان. دلوقتي معدنا مع الموفمنت في الليفنج اورجانيزمز، وهو لسن 2 في الشابتر بتاعنا اللي بنتكلم فيه النهارده، شابتر 1. بنتكلم يا مستر في لسن 2 عن الموفمنت في الليفنج اورجانيزمز، اللي برضو زيه زي السبورت بينقسم الى حاجتين، الموفمنت في البلانت والموفمنت في الانسان. الموفمنت في البلانت يا مستر كانوا 5 انواع من الحركه، 4 منهم اخذناهم في سينيور 2. مين هم يا مستر؟ اخذنا السنه اللي فاتت خدنا التاتش موفمنت، خدنا السليبنج اند اويكننج موفمنت. التاتش ده بيكون في الميموزا بلانت، السليبنج اند اويكننج في الميموزا وبعض البقوليات الليجيوم بلانتس، التروبيزم ده موجود في كل النباتات، والهابتوتروبيزم دي الحاجه الجديده، واخر حاجه برضو خدناها السنه اللي فاتت وهي السيتوبلازميك ستريمنج موفمنت، الحركه الدورانيه السيتوبلازميه اللي اكتشفها ثاين وكاني اللي خدناها السنة اللي فاتت. بينما الموفمنت في الإنسان بتتمثل في الماسكولار سيستم. تعال نبدأ الأول يا مستر بالموفمنت في البلانت. البلانت ملخص لك بقى كل حاجة في السلايد دي. الموفمنت في البلانت يا مستر 5 انواع، واول حركه اسمها التاتش موفمنت. التاتش موفمنت يا مستر زي في نبات الايه؟ زي في نبات الميموزا بلانت. الميموزا بلانت اول ما بتلمس الليفلتس بتاعته اللي بيحصل له بيحصل لها كانها حصل لها ايه؟ كانها حصل لها ويلتنج. وقلنا يا مستر ان الموضوع هنا بيكون بسبب ان عندها حاجه اسمها البالفينس، والبالفينس ده شايل راكس، والراكس ده شايل بالفيناي، والبالفيناي فيها سكندري راكسس طالع منها 2 روز اوف ليفلتس. الفكره كلها هنا ان البالفيناس ده بتاع الميموزا ده بيكون اللور سيرفيس بتاعه، اللور سيرفيس سيلز بتكون thinner and more sensitive than الابر ايه؟ الابر سيرفيس سيلز. فبالتالي اول ما بيحصل لها تاتش ايه اللي بيحصل يا مستر؟ بتبدا ان هي تزود البرميابيليتي اوف الووتر انها تديفيوز تو او تسايد للنيبورنج سيلز، فبالتالي البالفينس ده بيشرينك، وبالتالي البلانت كله بيقع واي كانه دبل. يعني يا مستر هيلوز الفسيولوجيكال سبورت، ولكن بعد فانيشنج الاستيميولس، يعني بعد ما تشيل ايدك بشويه، طبعا النبات كده كده مزروع في ارض او في تربه، فبالتالي يبدا ان هو يمتص ميه تاني، فيبدا البالفينس ده ان هو يمتلئ تاني ويستعيد الترجيديتي بتاعته، وبالتالي البلانت يرجع كما كان في قبل الايه؟ قبل التاتش. ده بالنسبه يا مستر للميموزا. طيب تاني حركه يا مستر اسمها السليبنج اند اويكننج موفمنت، حركه النوم واليقظه. حركه النوم واليقظه دي يا مستر موجوده في الميموزا وكمان اذر ليجيوم بلانتس. هي ايه يا مستر؟ فتحي يا ورده قفلي يا ورده. ان بالنهار الليفلتس بتكون دايفرجت فروم ايتش اذر وبتكون بعيده عن بعض، بينما بالليل كلها بتقرب من بعض برضو كانها ويلتنج. طب ايه الفرق بين السليبنج والاويكننج والتاتش؟ التاتش
الورقه اللي بتقع هي يعني طبعا ديت ليفلتس، ليفلتس اللي هي الوريقات. والله يا مستر الوريقات اللي بتقع هي وريقات الورقه اللي اتلمست بس، بينما هنا لا يا مستر، ولما بيكون في سليبنج موفمنت بيكون كل الورق ايه؟ كل الورق مقرب من بعضه ونايم. التاتش والسليبنج والاويكننج موفمنت كلاهما، كلا الحركتين بتعتمد على الديفيوجن اوف موف ووتر، فبالتالي هما الاثنين يا مستر بيكونوا ايه؟ فاست موفمنت. النوع الثالث يا مستر من الحركه وهو التروبيزم. التروبيزم اللي هي حركه الانتحاء، وهي استجابه اجزاء النبات المختلفه للاستيمولاي المختلفه زي اللايت، زي الهيوميديتي، زي الجرافيتي. على سبيل المثال يا مستر هنا اللايت، اللايت يا مستر لو انت معرض البلانت اللايت من جميع الاتجاهات بينمو عادي جدا، لو معرضه للضوء من اتجاه واحد بتلاقي ان الاستيم بيروح ناحيه اللايت بينما الروت بيروح اواي فروم لايت. ويا مستر الموضوع ده اتكلمنا عنه باستفاضه السنه اللي فاتت، ولكن الحكايه كل اللي فيها هي مين يا مستر؟ هي الاوكسينز كما قال بويسن جينسون. الاوكسينز يا مستر بالنسبه ل مثلا اللايت المفروض في العادي توزيعها متساوي، لكن لما تتعرض لللايت من وان سايد الاوكسينز بتهرب للسايد الاواي فروم لايت، فده يكبر اكتر من ده، وبالتالي بنلاقي الاستيم راح ناحيه اللايت، بينما في الروت الموضوع بيعمل ابوزيت افكت، والجزء البعيد عن اللايت نموه بيقف، القريب بس هو اللي بينمو، فالروت بينمو بعيد عن اللايت. المهم ان اللي مسؤول عن التروبيزم سواء الجيو او الهايدرو او الفوتو بيكون الاوكسينز، وبالتالي هي سلو موفمنت. هم دول الاثنين هم اللي فاست موفمنت لانها بتعتمد على الايه؟ بتعتمد على الموفمنت اوف ووتر. رابعا يا مستر كان عندي الحركه الجديده علينا السنه دي وهي الهابتوتروبيزم، او اسمها حركه الشد. حركه الشد يا مستر كانت بتنقسم الى نوعين، عندي شد باي التندرلز اللي هي المحاليق، وعندي كمان باي البولينج روتس بالجذور الايه؟ بالجذور الشاده. في كلتا الحالتين يا مستر سواء بالتندرلز او بالبولينج روتس، نباتات زي النباتات المتسلقه البسله البسله والعنب والحاجات دي الستيم بتاعها ضعيف، وكذلك الستيم بتاع الكورمز والبلبس الكرمات والابصال برضه بيكون ضعيف، ولكن كل واحد عنده حركه مختلفه عن التاني. حركه الشد هنا يا مستر بحاجه اسمها التندرل، والتندرل ده عباره عن ستراكشر بيكون طالع من الويك ستيم. الويك ستيم لو اتزرع في التربه لوحده ما ينفعش، لازم يسند على حاجه، والحاجه دي يا مستر هي وجود ايه؟ وجود سوليد سبورت. التندرل ده يا مستر بيريز اتسلف ان ذا اير سيرشنج فور سوليد سبورت، اول ما يلاقي السبورت يلف عليه يعمل تويننج اراوند الايه؟ السبورت، ويتموج اللي اتبقى منه، فالتندرل طوله يقصر والستم يقرب من السبورت، وبكده ينمو الستم فيرتيكالي. بعد ما ينمو فيرتيكالي بيحصل لينج داون لكونسيدرابل اماونت اوف ميكانيكال تيشوز، سو ات بيكمز سترونجر. طب مستر لو التندرل وهو بيدور ما لقاش سبورت ات ويلتس اند دايز، علشان كده لما بنيجي نزرع عنب بيتعمل له حاجه كده اسمها تكعيبه، او ان هو بيتزرع جنب سلك شايك، علشان التندرلز بتاعته وهي بتدور تلاقي سوليد سبورت تمسك فيه والستيم يجرو فيرتيكالي. كان في حاجه مهمه جدا اللي هي ان التندرل ده عباره عن تو سايدز، في سايد منهم السايد ده اللي بيكون towards سبورت، والجزء الثاني ده اللي بيكون away from سبورت. في العادي يا مستر التو سايدز سواء القريب من السبورت سواء البعيد عن السبورت هما الاثنين بينمو بنفس الايه؟ بنفس المعدل، ولكن اول ما التندرل يمسك في السبورت بيبقى في سلو جروس للمنطقه اللي عند السبورت، واكسلريتد جروس للي اواي فروم ذا فروم سبورت، فبالتالي بيحصل التوايننج اراوند الايه؟ اراوند السبورت. وزي ما قلنا لو التندرل ما لقاش حاجه يمسك فيها ات ويلتس اند دايز. بينما مستر بالبولينج روتس، البولينج روتس برضه يا مستر الستمز بتاعت هذه النباتات بتكون ستمز ضعيفه، ولكن ده بيبقى اسمه ايه يا مستر؟ بيبقى اسمه سبتيرينيان ستورنج ستم. هذه السيقان يا مستر الارضيه السبتيرينيان ستورنج ستم بتبقى سيقان ضعيفه، بتلجا ان هي تنمو تحت يعني لتحت شويه ات اسيوتابل ليفل من السويل سيرفيس، علشان ما ايه؟ علشان تحمي نفسها من الويند افكت. طب مين اللي بيعمل كده علشان يحميها؟ حاجه يا مستر اسمها الايه؟ البولينج روتس. البولينج روتس يا مستر زي اللي في البصل بتعمل ايه؟ زي اللي في النارسيس بالب وابصال النرجس. قال لك هذه الروتس لما بتعمل كونتراكشن بتبول البلانت وبتبول السبترينيان ستورنج ستيم تو اسيوتابل ليفل من السويل سيرفيس، فده بينكريز اتس سبورت وبيحمي الاريال بارتس بتاعتها من الويند افكت.
اخر حاجه يا مستر عندي هي السيتوبلازميك ستريمينج موفمنت، اللي هي بالمناسبه تعتبر حركه كونتينيوس موفمنت، لان احنا عندنا كان في بالنسبه للحركه، الحركه يا مستر قبل بقى ما نتكلم عن البلانت والكلام ده كله، اتكلمنا ان الحركه هي ظاهره بتميز كل الكائنات الحيه، وكانت بتنشا من تلقاء نفسها نتيجه تعرض الليفنج اورجانيزم تو استيمولس، فبالتالي هو بيرسبوند بوزيتيفلي ان هو يقرب او نيجاتيفلي. وكان في ثلاث انواع عامه بالنسبه لكل الكائنات، في ثلاث انواع من الحركه، اللي هي كونتينيوس موفمنت زي السيتوبلازميك ستريمينج، دي بتحصل انسايد افري سيل فور ايه، فور ذا كونتينيتي اوف الفايتال اكتيفيتيز، دي اسمها الكونتينيوس موفمنت. في حاجه اسمها البوزيشنال موفمنت او الحركه الموضعيه، زي ما انا بحرك اورجان بينما الجسم كله ايه ثابت، زي البريستلسيس موفمنت اللي في الامعاء. واخيرا في التوتال موفمنت اللي هي حركه الكائن كله من ا بليس تو انذر. كان في كمان يا مستر شروط للحركه وحفظ التوازن، ايه هي هذه الشروط؟ قال لك لازم يكون في سوليد سبورت علشان يدي البالانس وتاتاتش ليه البونز، غير ان كان لازم هذا السكيلتون يكون بيتكون من جوينتس او بيكون من سيجمنتس ماسكه بعض بارتكيليتنج جوينتس علشان يسهل الموفمنت. وكان الهيكل في منه نوعين، مين هم النوعين دول يا مستر؟ كان في اكزوسكيلتون هيكل خارجي زي في الكائنات اللافقاريه زي الارثروبودز، مفصليات الارجل زي الشريمب اللي هو الجمبري، القشره بتاعته دي هي السكيلتون، او اندوسكيلتون هيكل داخلي زي عندنا وزي الاسماك وزي الماملز والحاجات دي كلها. ده بينقسم الى حاجتين الاندوسكيلتون، اما ان يكون كارتلاجينس يعني كله غضاريف زي الشارك وممكن الشارك والريفش، او ممكن يكون بوني زينا وزي السمكه البلطي وزي السمكه البوري. فبالتالي السيتوبلازميك ستريمينج هي احد انواع الكونتينيوس موفمنت، وقال لك ديت ان السيتوبلازما بيفضل يتحرك في continuous rotational movement inside the cell ولكن in one direction. طب مستر انت ازاي شفت السيتوبلازم هو بيتحرك مع انه هو سائل شفاف وعديم اللون؟ قال لك احنا لما بصينا على الخلايا بتاعه ورقه نبات زي نبات الايلوديا بلانت اللي هو نبات مائي، لاحظنا حركه للكلوروبلاستس، يعني حركه للبلاستيدات الخضراء اللي موجوده جوه السيتوبلازم، فاستدلينا من حركه الكلوروبلاست ان اللي فعليا بيتحرك هو مين؟ هو السيتوبلازم. يبقى احنا كده يا مستر ملخص سريع اتكلمنا فيه عن اهم البوينتس اللي موجوده في الجزء الخاص بالموفمنت في البلانت. دلوقتي يا مستر نتكلم عن الموفمنت في الانسان. الموفمنت في الانسان طبعا يا مستر قال لك الموفمنت في البادي بيديبند على 3 مين سيستمز بتتناسق مع بعض. مين هم الثري مين سيستمز يا مستر؟ الموفمنت بتعتمد على السكيليتال سيستم اللي هو الجهاز الهيكلي، زي ما قلنا الجهاز الهيكلي اهميته في البالانس، وكمان اهميته في ايه؟ ان هو مكان مناسب لاتصال العضلات ووجود الجوينتس بيسهل الموفمنت، ادي حاجه. طب مستر النيرفوس سيستم، اهميه النيرفوس سيستم ان هو ايه يا مستر؟ هو اللي بيجيف الاوردرز ان ذا فورم اوف ايه؟ ان ذا فورم اوف نيرف امبلسز. علشان العضله تكونتراكت او تريلاكس. واخيرا الماسكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي اللي بنتكلم عنه في درس النهارده، لان العضلات هي الخلايا الوحيده اللي عندها الابيليتي فور كونتراكشن اند ريلاكسيشن. يبقى الحركه هي تناسق ما بين السكيليتال سيستم والنيرفوس سيستم والماسكولار سيستم. الماسكولار سيستم او الجهاز العضلي، الجهاز العضلي يا مستر الجهاز العضلي هو يعتبر مجموع كل العضلات اللي موجوده في الايه؟ العضلات اللي موجوده في الجسم. تعالى نتكلم كده عن العضلات. قال لك بالنسبه للاستراكشر، العضلات يا مستر قال لك بتتكون من ايه؟ بتتكون من تيشوز اسمها الفلاش اللي هي اللحم. طب بالنسبه للنمبر، قال لك النمبر بتاعها 620 مصل اور مور. طب بالنسبه للبروبيرتيز، قال لك من البروبيرتيز بتاعتها يا مستر ان هي فيلامنتس، يعني خيطيه الشكل ان جنرال، وكمان هاف ذا ابيليتي تو كونتراكت اند ايه؟ تو كونتراكت اند ريلاكس. طب الفانكشن بتاعتها، قال لك ان العضلات بالنسبه للانسان، العضلات يا مستر لها اربع اهميات اساسيه. مين هم الاربع اهميات دول؟ الموفمنت طبعا ديت يا مستر اللي بتانكلود التشينج اوف البوزيشن اوف سيرتن اورجان ان ريليشن للاذر بودي بارتس. تاني حاجه الترانسبورتيشن اللي هي التوتال موفمنت فروم وان بليس تو انذر. مينتيننج البودي بوستشر، الحفاظ على وضع الجسم سواء في السيتنج اور الستاندنج بفضل عضلات النك
عضلات الترنك اللي هي جزء الثوركس والابدومين، وكمان اللور لمبس، واخيرا الكونتينيوس موفمنت اوف بلاد انسايد ذا مستر انسايد البلاد فيسلز. طبعا لان في عضلات اسمها السموز ماسلز اللي هي العضلات الملساء. العضلات الملساء دي يا مستر موجوده فين؟ العضلات الملساء دي بتكون انسترايتد، يعني بتكون غير مخططه، ديت بتكون انفولنتري، يعني ما بنتحكمش فيها، زي العضلات اللي موجوده في الاوعيه الدمويه في الارتريز زي ما خدنا السنه اللي فاتت. دي بتساهم في ان يبقى فيه كونتينوس موفمنت اوف بلاد. برضو يا مستر من السموز ماسلز، السموز ماسلز اللي في اليورينري بلادر، اللي موجوده في الاستومك، اللي موجوده في الرحم بالنسبه للفيميلز، وهكذا. احنا يا مستر كان عندنا من العضلات كان عندنا ثلاث انواع. مين هم الثلاث انواع؟ كان عندي السكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه اللي هي اتاتشد للبونز واي تندونز، الكاردياك اللي هي عضلات القلب، والسموز اللي هي الملساء. الكاردياك والسموز هما الاثنين انفولنتري لا اراديه، السكيليتال هي الوحيده اللي فولنتري بتحركها بارادتك. السكيليتال والكاردياك بيكونوا سترايتد، يعني عندهم زد لاينز ولايت باندز ودارك باندز زي ما هعرف دلوقتي، بينما السموز يا مستر ما عندهاش لايت ولا عندها دارك باندز ولا عندها زد لاينز. هنتكلم يا مستر عن الاستراكشر اوف ذا سكيليتال ماسل، ركز معايا بقى كويس قوي قوي قوي. بص يا مستر، السكيليتال ماسل العضله لو خدت فيها ترانسفيرس سيكشن هتلاقيها بتتكون من مجموعه من البندلز، مجموعه من الحزم. كل حزمه يا مستر حواليها ممبرين، اللي هو الممبرين ده، الممبرين ده اسمه بيريميسيوم، وكل حزمه فيها مجموعه من المسل فايبرز او اللي هي تعتبر مسل سيل. ركز معايا، مش كل الخلايا اللي في الجسم عندها نفس الشكل يا مستر. المسل فايبر او اللي اسمها ليفه العضليه هي هي الخلايا العضليه، دي بتكون طويله كده يا مستر، عندها ممبرين بس بندلعه. ما هو الممبرين العادي يا مستر اسمه ايه؟ الممبرين العادي اسمه سيل ممبرين او اسمه بلازما ممبرين او اسمه بلازما لما. لا العضلات تنكة شوية تقول لك لا انا مش عايز اسمي الممبرين بتاعي بلازما لما، انا هسميه ساركولما. وكمان عندها سيتوبلازما، ما هي اي خلية يا مستر عندها سيتوبلازما، بس السيتوبلازما بتاعها برضو تنك شوية، اسمه ساركوبلازما. وعندها كمان يا مستر مجموعة من الحاجات الاصغر، مش هي ماسل فايبر، يعني ليفة عضلية فيها مجموعة من المايوفايبرلز او اسمها لويفات عضلية. تاني عشان ما تسرحش مني، بنتكلم فيها مستر العضلة الهيكلية بتتكون من ايه؟ قال لك العضلة فيها حزم، كل حزمة حواليها ممبرين اسمه بيريميسيوم، كل حزمة فيها مجموعة من المسل فايبرز اللي هي المسل سيلز، حواليها سيل ممبرين اسمه بدل بلازما لما اسمه ساركولما، عندها سيتوبلازم اسمه ساركوبلازم، عندها نيوكلياي كتير، عندها ميتوكوندريا كتير لانتاج الطاقه، وعندها حاجه اسمها المايوفايبرلز او اللويفات العضليه. كل مسل فايبر فيها ما بين 1000 الى 2000 مايوفايبرل، وكل مايوفايبرل فيها نوعين من البروتين فيلامنتس، من الخيوط البروتينيه. نوع رفيع اللي بالاخضر ده اسمه الاكتين، ونوع تخين يا مستر اللي بالاحمر ده اسمه المايوسين. وبيبقى في حاجه اسمها الزد لاينز، عشان كده بنسمي هذه العضلات سترايتد، والمسافه بين كل تو سكسيسيف زد لاينز اسمها الساركومير او القطع العضليه. يبقى انا عندي ثلاث كلمات اولهم ساركو، ساركومير القطع العضليه، لان كلمه مير يعني قطعه، ساركومير او المسل بيس وهي السمولست كونتراكشن يونت. عندي الساركوبلازم اللي هو سيتوبلازم المسل فايبر، وساركولما هو الممبرين بتاع الايه يا مستر بتاع المسل فايبر. بعد كده يا مستر الساركومير لقينا ان شكلها بالمنظر ده، عندها يا مستر ايه؟ عندها الزد لاينز وفيها مناطق. ايه هي المناطق دي؟ عندي يا مستر المنطقه اللي بيبقى فيها الاكتين الرفيع فقط، المنطقه دي اسمها اي او اسمها لايت باند، المنطقه المضيئه. والمنطقه المضيئه ديت مين اللي بيمديت اللايت باند؟ الزد لاين. طب مستر المنطقه دي بقى اللي هي الحته دي والحته دي، والله يا مستر الحته دي والحته دي في اكتين وفي مايوسين، فالمنطقه دي اسمها ايه او اسمها دارك باند، بيتخللها المنطقه اللي في النص دي اسمها اتش، اسمها السيمي لايت باند، لان دي فيها مايوسين فقط. عشان كده بص تحت الالكترون مايكروسكوب المنطقه ديت مضيئه خالص لان دي فيها اكتين رفيع بس. طب المنطقتين اللي في النص دول غامقين خالص لان دول دارك باند، ويتوسطهم الحته الصغنونه دي اللي هي الايه؟
السيمي لايت باند. يبقى يا مستر بنتكلم عن الاستراكشر اوف السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل ها فيها مجموعه من الماسل باندلز الحزم العضليه، كل باندل بيبقى حواليها ممبرين اسمه ايه؟ اسمه بيريميسيوم. فيها مجموعه، كل باندل فيها مجموعه من الماسل فايبرز اللي هي الماسل سيلز، فيها البروتوبلازم اللي هو نيوكلياس وسيتوبلازم، بس هي مش عندها نيوكلياس واحده، عندها نيوكلياي كتير وعندها سيتوبلازم اسمه ساركوبلازم ومحاطه بممبرين بس اسمه تينك شويه اسمه ساركولما. السيتوبلازم بيبقى فيه بيبقى فيه طبعا ميتوكوندريا كتير زي ما قلنا، وفي مجموعه من المايوفايبرلز، كل ماسل فايبر فيها ما بين 1000 الى 2000 مايوفايبرل. بيبقى فيه لايت باندز اللي هي الاي، وديت فيها اكتين فيلامنتس بس وميدييتد بزد لاينز، بينما في دارك باندز اللي هي مستر فيها اكتين ومايوسين مع بعض، وديت بتبقى ميدييتد بسيمي لايت باند اتش اللي بيبقى فيها مايوسين فيلامنتس اونلي. ده بالنسبه للاستراكشر بتاع السكيليتال ماسل. طب لما نيجي يا مستر نتكلم عن الاستراكشر اوف ساركومير، الاستراكشر اوف ساركومير مكبر اهو تاني يا مستر ما عنديش مشكله. ها المنطقه اي دي اسمها ايه يا مستر؟ اسمها لايت باند، واللايت باند ديت فيها اكتين فيلامنتس اللي هو الرفيع ده فقط. طب المنطقه دي يا مستر اللي هي الحته دي والحته دي من غير الحته اللي في النص دي يا مستر اسمها ايه؟ او اسمها دارك باند، دي فيها اكتين ومايوسين مع بعض، بينما الاتش دي اسمها سيمي لايت باند ودي اللي فيها مايوسين فقط. اللايت باند بيتخللها الزد لاين والدارك باند بتتخللها السيمي لايت باند. وفي هنا يا مستر بنشوف مسائل كتير جدا، الخص لك كل الكلام بتاعها في قانون اللي هو يا مستر اس بتساوي ايه؟ بتساوي اتش، زد بيساوي اي بيساوي اي حاجه اس او ايه او اتش زائد واحد. يعني ايه يا مستر؟ طبق زي ما انت عايز. قال لك في خمسه ساركومير يبقى في خمسه دارك باند، يبقى في خمسه اتش زون، يبقى في سته زد، يبقى في سته اي. طب عندك 99 اي يبقى في 99 زد، يبقى في 98 اس و98 ايه و98 اتش. هو ده القانون. طب مستر لو قال لك انا عايز عدد الكومبليت لايت باندز، الكومبليت لايت باندز يا مستر يبقى احذف اللي موجودين على الاطراف دي اللايت باندز اي. طب لو قال لك انا عايز الكومبليت لايت باندز، هو كل اللايت باندز وماينس الاثنين اللي على الجناب. طبق دول على اي مساله هتتحل معاك. ده بالنسبه لمسائل الايه؟ الساركومير. لو قال لك في كام كومبليت ساركومير موجوده قدامك؟ الساركومير هي المسافه بين كل تو سكسسيف زد لاينز. والله مثلا شايف مثلا دي كده، لو قال لك في كام كومبليت ساركومير قدامك ما تقولوش 1 2 3 4. باشا انت شايف ايه قدامك؟ كومبليت يعني شايف الزد ده والزد ده، ادي واحده ادي اتنين. شكرا، خلصت كده المسائل بتاعت الايه مستر بتاعت الساركومير. وعلشان ما اكونش بخلت عليك في حصه النهارده بحاجه، عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. طبعا ساركومير جنبها ساركومير جنبها ساركومير، ده كله المايوفايبرل اللي هو اللويايف العضليه. خلي بالك لو انا باخد ترانسفيرس سيكشن بتفرق اللي انا شايفه. بمعنى لو انا واخد ترانسفيرس سيكشن كده، يعني مثلا ده انا واخد ترانسفيرس سيكشن من هنا، فانت هتشوف دايره. لو انا واخد سيكشن من هنا يبان لي المنظر كده اللي هو ايه يا مستر؟ هشوف المايوفايبرل اللي هشوفه فيه هو الاكتين فيلامنتس فقط. ايه ده يا مستر؟ ازاي دي فيلامنتس؟ حبيبي ما انت واخد ترانسفيرس سيكشن، النقطه ديت دي لها عمق لجوه، يبقى انت لو قطع من هنا انت شايف الاكتين فيلامنتس، يبقى انت شايف اللايت باند. طب مستر لو انا قاطع في الدارك باند هتشوف منظر عامل كده، اكتين وكمان في ايه؟ في مايوسين اهو. المايوسين بيكون تخين كده وطالع منه فيونكات صغنونه كده، هتشوفها في الاسئله. الفيونكات دي هنعرفها كمان شويه اللي هي الترانسفيرس ايه؟ الترانسفيرس لينكس. فانت لو شفت المنظر ده تعرف ان في اكتين ومايوسين، تعرف ان انت قاطع في الايه؟ في الدارك باند. طب لو انت قاطع في السيمي لايت ساعتها هتشوف ايه يا مستر؟ هتشوف
مايوسين اونلي. يبقى انت من لازم تحفظ اشكال الترانسفيرس سيكشن. شايف نقط رفيعه بس يبقى ده اكتين، شايف نقط رفيعه وتخينه يبقى ده اكتين ومايوسين يبقى ديت دارك باند، لو شايف مايوسين بس يبقى ديت ايه يا مستر؟ سيمي لايت باند. يلا بقى مستر نتكلم عن المسل كونتراكشن. وقبل ما نتكلم عن المسل كونتراكشن هفكرك بحاجة بسيطة جدا اخدناها في سينيور 2. في سينيور 2 يا مستر قلنا ان اللي مسؤول عن ان هو بيدي الاوردر لسواء العضلات عشان تنقبض او الجلانس علشان تسكريت هو النيرفوس سيستم، والامر اللي بيروح من خلال خلية عصبية ولكنها لها نوع معين اسمه موتور نيورون او اسمها الموتور نيرفسل. الموتور نيرفسل يا مستر كان شكلها عامل كده. عندها دول كده مستر كان اسمهم الدندرايتس، طبعا دي نيوكليوس، ده السيتوبلازم بتاعها كان اسمه نيوروبلازم، كان في حاجه جوه اسمها نيسلز جرانيولز كانت مميزه للنيرف سيلز، كان البتاع ده كله اسمه سيل بودي. ما علينا بكل الكلام ده. في الاخر يا مستر طبعا الجزء ده كله اسمه الاكزون، وفي نهايه الاكزون بيبقى في حاجه اسمها تيرمينال اربورايزيشنز او التفرعات الشجيريه. هذه يا مستر التيرمينال اربورايزيشنز مالها؟ دي في الاخر يا مستر بتتصل بمجموعه من المسل فايبرز اهي. احنا هنا بنتكلم عن اليه انقباض السكيليتال مسل. الموتور نيورون اللي هي الخليه العصبيه الحركيه بتتصل في الاخر التيرمينال اربورايزيشنز بتاعتها بمسل فايبرز، فمكان الالتقاء ما بين احد تفرعات النيرف مع المسل فايبر اسمه نيورو ماسكولار جانكشن او اسمه ساينابس. يلا بينا يا مستر تعال نشوف الساينابس ده شكله عامل ازاي. بص يا سيدي المنظر بيبقى عامل كده بالظبط، تعال نشوف مع بعض. انا بكبر ايه؟ خلي بالك انا بكبر المكان الالتقاء ما بين احد تفرعات النيرف سيل مع مصل فايبرايه واحده. هنلاقي يا مستر ان الموضوع عامل كده، هتلاقي شكلها عامل كده. ده النهايه بتاعه التيرمينال اربورايزيشن، وده الريسبتورز اللي موجودة على ايه يا مستر؟ اللي موجودة على السطح بتاع المسل فايبر ممبرين اللي هو الايه؟ الساركولما. ده كله على بعضه كده، كله على بعضه. بص ركز معايا. ده يا مستر كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه نيورو ماسكولار جانكشن او اسمه ساينابس. مش دي نهايه التيرمينال اربورايزيشن بتاعه النيرف سيل؟ اه دي يا مستر اسمها بري ساينابتيك ممبرين او اسمها ساينابتيك نوب. نوب يعني مقبض الباب بس هو المقبض المدور. او اسمها بوتون. ده مين ده يا مستر؟ مين البري ساينابتيك ممبرين ده؟ بتاع النيرف ولا المصل؟ لا يا مستر ده بتاع النيرف فايبر. طب ده اسمه ايه يا مستر؟ ده اسمه بوست ساينابتيك ممبرين. ده بتاع مين؟ ده بتاع الساركولما اللي هو غشاء الايه؟ غشاء المصل فايبر. في ما بينهم مساحه صغيره، المساحه دي يا مستر اسمها ساينابتيك كليفت او الشق التشابكي. حلو. طبعا يا مستر النيرف امبالس نازله في الاتجاه ده، طبعا ده الساينابتيك كليفت اهو، النيرف امبالس نازله في الايه؟ نازله في الاتجاه ده. والله يا مستر الاستيمولس اللي بيسبب انقباض العضله هو مجموعه من المواد الكيميائيه اسمها ايه يا مستر؟ اسمها الاسيتايل كولين. والاسيتايل كولين ده يا مستر نيورو ترانزميتر اخدناه السنه اللي فاتت، وهذا الاسيتايل كولين ما بيكونش في الهواء كده، ده بيكون موجود جوه حويصلات، هذه الحويصلات اسمها ساينابتيك فيزيكلز. الساينابتيك فيزيكلز اهي يا مستر،
قال لك السينابتك فيزيكلز وهي بتقترب ايه اللي بيحصل؟ في حاجة موجودة على البري سينابتك ممبرين اسمها الكالسيوم بامب. قال لك اول ما بتقترب السينابتك فيزيكلز ديت، لما بتقترب من نهايه التيرمينال اربورايزيشن والبري سينابتك ممبرين، ساعتها الكالسيوم بامب بتعمل ايه يا مستر؟ بتضخ كالسيوم ايونز تو انسايد الايه؟ التيرمينال اربورايزيشن. لما تزيد الشحنه البوزيتيف جوه هنا، ده بيسبب انفجار السينابتك فيزيكلز وريليزنج الاسيتايل كولين، لحد ما الاسيتايل كولين يروح واقف على الريسبتورز بتاعته. الريسبتورز دي مستنيه فين؟ هو بيقعد يعوم في السينابتك كليفت لحد ما يصل الى الريسبتورز اللي موجوده على البوست سينابتك ممبرين. اول ما يوصل شكرا، ساعتها يا مستر بيقلب الدنيا خالص. ليه؟ بص يا حبيبي، في العادي خالص، في العادي المفروض ان في تشارجز. ايه هي اللي تشارجز ديت؟ والله يا مستر في العادي لو انا عامل كده اهو، في العادي انا في حاله اسمها الريست ستيت. في هذه الريست ستيت او اسمها بولاريزيشن ستيت، المفروض ان النيرف فايبر ممبرين اللي هو البري سينابتك ممبرين براه بوزيتيف وجواه نيجاتيف، وكذلك المسل فايبر ممبرين براه بوزيتيف وجواه نيجاتيف. وكان في اسباب للموضوع ده. الاسباب ديت مثلا قال لك ان البرميابيليتي بتاعت المسل فايبر ممبرين انه يدخل صوديوم قليله، بينما ان هو يطلع بوتاسيوم كانت عاليه. كان في جوه نيجاتيف تشارجز من كلورايد ايونز ونيجاتيف بروتينز، فكان مخلي الوضع بالمنظر ده. لما قرب السينابتك فيزيكلز دي، اسمها سينابتك فيزيكلز، لما قربت بالاسيتايل كولين اللي جواها، ايه اللي حصل؟ الكالسيوم بامب اللي موجوده على البري سينابتك ممبرين ادخلت كالسيوم ايونز الى الداخل، فسببت انفجار هذه السينابتك فيزيكلز لان هي زودت البوزيتيف تشارج جوه. ما هو ده وضع الريست. لما الكالسيوم ايونز دي تدخل، ساعتها التشارجز هتريفرس بالنسبه للنيرف، جوه هو اللي هيبقى بوزيتيف وبره نيجاتيف، فتنفجر السينابتك فيزيكلز والاسيتايل كولين يعوم في الكليفت لحد ما يوصل على الريسبتور. لسه العضله ايه يا مستر؟ لسه المسل فايبر براها بوزيتيف جواها نيجاتيف. وصول الاسيتايل كولين على الريسبتورز هيفتح البوابات، البوابات دي تروح فاتحه للصوديوم، يروح الصوديوم يا مستر بعد ما كانت البرميابيليتي بتاعته انه يخش قليله ومقرطين عليه شويه، يبدا الصوديوم يدخل بكميات كبيره، ولما بيدخل يا مستر بيريفرس هو كمان التشارجز. بدل ما بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، الموضوع هينعكس، جوه هو اللي هيبقى بوزيتيف وبره نيجاتيف. ودي حاله خلاص ما بقيناش بولارايزد دلوقتي، العضله بقت دي بولارايزد، وبكده يحصل الكونتراكشن. لان في الطبيعي وجود في العضله ان بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف مخلي فيه بوتنشال ديفرنس قيمته نيجاتيف 70 ملي فولت، ولكن ابن الايه اللي اسمه الاسيتايل كولين ده وقفوا على الريسبتورز وان هو مكن الصوديوم ان هو يدخل من اوتسايد تو انسايد المسل فايبر، عمل ريفرسنج للتشارجز وعمل فانيشنج للبوتنشال ديفرنس، ووصل البوتنشال ديفرنس من نيجاتيف 70 الى بوزيتيف 40، يعني غير في البوتنشال ديفرنس بمقدار بوزيتيف 110 ملي فولت، اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو حاجه اسمها الاكشن بوتنشال، اخدناها السنه اللي فاتت. يبقى يا مستر الملخص، اللي بتوصل النيرف امبلس هي موتور نيرف سيل، التيرمينال اربورايزيشنز بتاعتها ماسكه في ماسل فايبرز، تمام؟ كل تيرمينال اربورايزيشن ماسك في ماسل فايبر ايه؟ ماسك في ماسل فايبر واحده بس في مكان التقاء اسمه نيورو ماسكولار جانكشن، اللي هو اسمه سينابس. ده اسمه بري سينابتك ممبرين وده اسمه بوست سينابتك ممبرين. الامر بيبقى نازل في من خلال في شكل نيورو كيميكال ترانسميترز اسمها الاسيتايل كولين جوه سينابتك فيزيكلز. السينابتك فيزيكلز لما بتقترب الكالسيوم بامب بتدخل الكالسيوم ايونز فتنفجر ويتحرر الاسيتايل كولين، يقف على الريسبتورز يسبب دخول الصوديوم from outside to inside المسل فايبر ممبرين، وبالتالي يحصل الدي بولاريزيشن ويحصل المسل كونتراكشن. ولكن يا مستر هذا لا يستمر طويلا. ليه يا مستر؟ قال لك بسبب وجود انزيم، الانزيم ده اسمه ايه يا مستر؟ الانزيم ده اسمه الكولينستريز انزيم. ماله يا مستر الكولينستريز انزيم ده؟ قال لك ده اللي بيوقف الاسيتايل كولين عند حده، ده اسمه كولينستريز انزيم.
ده بيسبب ان هو بيدستروي الاسيتايل كولين الى كولين بلس اسيتيك اسيد. مش اللي عامل لي الشغب ده كله هو الاسيتايل كولين، هو اللي فتح البوابات والكلام ده كله. مين اللي هيوقفه عند حده؟ الكولين ستريز، هيكسره الى كولين بلس اسيتيك اسيد، فبالتالي الاكشن يستوب، الافكت تفانش، والماسل فايبر ممبرين برميابيليتي ترجع كما كانت، فالصوديوم يرجع ينطرد بره بالاكتف ترانسبورت، ينطرد الصوديوم لبره ويرجع الوضع تاني بولاريزيشن، اللي هو يبقى الماسل فايبر ممبرين براه بوزيتيف وجواه ايه؟ وجواه نيجاتيف. يبقى يا مستر تعالى بقى نبص على الرسمه اللي موجوده عندنا اهي يا مستر. طبعا رسمتي احلى ان شاء الله يعني. ادي يا مستر البري سينابتك ممبرين، وادي البوست سينابتك ممبرين، تمام. النيرف امبلس نازله في هذا الاتجاه. ادي يا مستر الكالسيوم بامب، الكالسيوم بامب سببت دخول الكالسيوم ايونز لجوه، فجرت السينابتك فيزيكلز. ادي الاستايل كولين رسمه لك حتتين، اللي هي حته بالاحمر وحته بالايه وحته بالازرق، لان هو الاستايل كولين بيتكون من حتتين كولين بلس اسيتيك اسيد. لما وصل على الريسبتورز فتح البوابات، الصوديوم اللي عامله باللون اللبني ديفيوزد تو انسايد، فسبب الايه يا مستر؟ الدي بولاريزيشن. بينما بعد كده جاء الكولين ستريز اللي هو مشبهه هنا بالايه؟ بالمربع بالبيت اللي شكله البنتاجون اللي شكله اصفر ده، بيكسر الاستايل كولين الى كولين بالاحمر او الكولين بالازرق والاسيتيك اسيد بالاحمر، فبالتالي الافكت تفانش وترجع الماسل فايبر ممبرين برميابيليتي للصوديوم كما كانت، فبالتالي نرجع لوضع البولاريزيشن تاني، ودي حاجه اسمها ري بولاريزيشن. ارجو ان انت من الرسمتين اللي انا رسمتها والرسمه اللي قدام حضرتك تكون فهمت الايه يا مستر؟ الماسكولار كونتراكشن بيتم ازاي. احنا هنا بنتكلم عن سبب حدوث المسل كونتراكشن، ولكن علشان نفهم دلوقتي عايزين نعرف الاليه، الميكانيزم اللي بيحصل فيها المسل كونتراكشن. علشان كده يا مستر قبل ما نتكلم عن الاليه، ده دايجرام بسيط كده حضرتك بالله عليك لازم تركز فيه كويس قوي. بص، في البدايه انت عندك ده الريست ستيت اللي هو البولاريزيشن ستيت. في الريست ستيت يا مستر النيرف فايبر او التيرمينال اربورايزيشن بره بوزيتيف جواه نيجاتيف، والمسل فايبر ممبرين برضو بره بوزيتيف جواه نيجاتيف، للاسباب اللي احنا قلناها، وان الصوديوم ممسوك عليه شويه ما بيدخلش براحته، البوتاسيوم بيطلع براحته، في جوه كلورايد وفي جوه نيجاتيف بروتينز. ولكن يا مستر لما الكالسيوم بامب بتدخل الكالسيوم ايونز بتزود البوزيتيف تشارج، فكده ايه اللي حصل؟ كده حصل دي بولاريزيشن للنيرف ولسه المسل في الريست. لما بقى الاسيتايل كولين يعدي بقى ويقف على الريسبتورز، ساعتها كده بيكون حصل دي بولاريزيشن للمسل. شفت جوه بقى بوزيتيف بره نيجاتيف، لان الصوديوم دخل لجوه. طب مستر والنيرف؟ لا، النيرف راجع ريبولارايز، ما ينفعش الاثنين يبقوا دي بولارايزد ات ذا سيم تايم، ما ينفعش. ده حصله دي بولاريزيشن الاول، بعد كده ده اللي حصله دي بولاريزيشن ده كان رجع، وبعد كده في الاخر الاثنين بيرجعوا يا مستر، والوضع ده اللي هو الرجوع تاني الى الريست اللي اسمه الريبولاريزيشن ستيت. بنكمل كلامنا بقى يا مستر، تمام، عن ان احنا عايزين نعرف ايه هي الميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن او اليه الانقباض. علشان نفهم اليه الانقباض اتكلمنا عن نظريه اسمها هيكسلي ثيوري فور ذا سلايدنج فيلامنتس، او نظريه هيكسلي للخيوط المنزلقه. من الاخر كده يا مستر، الراجل ده كان بيبص على الماسل فايبرز اندر الميكروسكوب، ولكن اندر هاي باور اوف الكترون مايكروسكوب، وقعد يقارن ما بين ماسل فايبر في وضع كونتراكشن وماسل فايبر في وضع ريلاكسيشن. الراجل لقى الاتي. ادي يا مستر الساركومير. في اثناء الكونتراكشن ايه اللي بيحصل؟ في ستراكشرز موجوده على المايوسين فيلامنتس اللي هي البروزات دي، اللي هي دي تكبيرها، دي اسمها ايه يا مستر؟ اسمها مايوسين هوكس، او اسمها ترانسفيرس لينكس. ركز معايا كويس جدا. تاني، الراجل ده لما بص تحت الميكروسكوب لقى ايه يا مستر؟ لقى ان المايوسين فيلامنتس مالها؟ طالع منها ستراكشرز اسمها ترانسفيرس لينكس. هذه الترانسفيرس لينكس فورمد باي ذا هيلب اوف مين؟ فورمد باي ذا هيلب اوف كالسيوم ايونز. قال لك ديت اثناء الكونتراكشن بتمسك الاكتين فيلامنتس تو بول ذيم توورد ايتش اذر. فالمنظر يكون عامل كده، بنلاقي التو زد لاينز قربوا من بعض، بنلاقي ان الساركومير طولها قل، بنلاقي ان اللايت باند طولها قل، بنلاقي ان الاتش باند طولها قل ويكاد ينعدم according to the strength of contraction. ولكن الحاجه اللي بتفضل زي ما هي مين يا مستر؟ كوين، اللي هي مين؟ الدارك باند، لا بتطول ولا
بتقصر. تاني، نظريه هيكسلي للخيوط المنزلقه اعتمدت على الالترا مايكروسكوبيك ستراكشر اوف ماسل فايبرز، واحده فضع كونتراكشن واحده فضع ريلاكسيشن. الراجل ده لقى ايه يا مستر؟ لقى ان في اثناء الكونتراكشن اللي بيحصل ان في حاجه اسمها الترانسفيرس لينكس. الترانسفيرس لينكس ديت اكستند من المايوسين فيلامنتس علشان تمسك في الاكتين فيلامنتس، تبول ذم توورد ايتش اذر، ولما تبول ذم توورد ايتش اذر هي كده هتسبب الماسل كونتراكشن. فايه اللي بيحصل؟ ايه التغيرات اللي بتحصل ساعتها؟ ساعتها مستر اللايت باند بتقل، الاتش باند بتقل وتكتل عدم اكوردنج تو ذا سترينث اوف كونتراكشن. بتكلم بسرعه بس معلش، ها مين الوحيده اللي الزد لاينز بيقربوا من بعض السيركومير طولها بيقل؟ الحاجه الوحيده يا مستر اللي ما بتتحركش هي المايوسين فيلامنتس، والحاجه الوحيده اللي ما طولها لا بيزيد ولا بيقل هي الدارك باند. ده مستر التغيرات. طب مستر ده اثناء الكونتراكشن، طب عشان ترجع ريلاكس التاني، خلي بالك الترانسفيرس لينكس بتمسك الاكتين بتقربهم من بعض ديورنج الكونتراكشن بس مش بتبعدهم ديورنج الريلاكسيشن، هي مجرد بتسيب منهم. الترانسفيرس لينكس اثناء ريلاكسيشن موف اواي فروم ذا اكتين فيلامنتس، فبالتالي بترجع العضله تو اتس فاندامنتال لينس او اتس اوريجينال لينس. الفكره هنا يا مستر هي ان الترانسفيرس لينكس دي طالعه من المايوسين عشان تمسك في الاكتين، علشان تمسك في الاكتين اثناء الماسل كونتراكشن عايزه اي تي بي، وعشان تسيب من الاكتين ديورنج الماسل ريلاكسيشن برضه عايزه اي تي بي. ان بوث كيسز كونتراكشن وريلاكسيشن انت محتاج طاقه من اللي موجوده في الاي تي بي للترانسفيرس لينكس. سؤال خطير جدا بيجي لما يجي يقول لك ايه المطلوب للكونتراكشن؟ الكونتراكشن عايز حاجتين، اي تي بي وكالسيوم ايونز. ليه؟ الكالسيوم ايونز هي اللي بتشارك في تكوين الترانسفيرس لينكس وهي اللي بتفجر السينابتيك فيزيكلز. طب الريلاكسيشن برضه عايز اي تي بي، وكمان عايز ايه يا مستر؟ عايز كولين ستريز علشان يكسر الاسيتايل كولين. يبقى احنا كده يا مستر قلنا النظريه بتاعه هيكسلي كلها، ولكن يبقى شيء صغير وهي الديفكت بتاع النظريه بتاعته. العيب بتاع نظريه هيكسلي ان هو الصراحه قدر يفسر وكتر الف خيره، قدر يفسر الميكانيزم بتاع الكونتراكشن بتاع الاسترايتد ماسلز اللي هي العضلات المخططه اللي عندها لايت ودارك باندز، اللي هي مين؟ اللي هي الكاردياك والسكيليتال، ولكنه لم يستطع ان هو يفسر اليه انقباض السموز ماسلز، بالرغم من ان في ساينتفك ريبورتس بتقول ان هي عندها اكتين فيلامنتس شبه الاكتين اللي موجوده في السكيليتال ماسلز. نتكلم بعد كده يا مستر في حاجه اسمها الموتور يونت. والموتور يونت انا دايما بحب اشبهها ازاي يا مستر؟ نفس الرسمه اللي كنت راسمها من حضرتك من شويه، ادي يا مستر موتور نيورون اهو. الموتور نيورون ده بيكون في نهايته ايه؟ بيكون في نهايته تيرمينال اربورايزيشن. كل تيرمينال اربورايزيشن ماسك في ايه يا مستر؟ كل تيرمينال اربورايزيشن بيكون ماسك فيه ماسل فايبر اهو، ماسل فايبر ماسل فايبر ماسل فايبر ماسل فايبر ماسل فايبر. بيبقى في مكان كده هو ده المكان اللي التيرمينال اربورايزيشن بيمسك فيه على الماسل فايبر، المكان ده اسمه ايه يا مستر؟ المكان ده اسمه موتور اند بليت. تمام؟ طيب ودول ايه يا مستر؟ دي كده دي الماسل فايبرز ودي التيرمينال ايه؟ التيرمينال اربورايزيشنز. الحقيقه ان انا دايما بحب اشبه الموتور يونت ديت بفريق الكوره او فريق اي لعبه. ليه يا مستر؟ هو اي فريق في الدنيا عباره عن ايه يا مستر؟ اي فريق في الدنيا عباره عن حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ مجموعه من اللعيبه البلايرز ومعاهم كوتش واحد بس، صح؟ كوتش يعني ماشي، ما ممكن يكون في فريق، عشان انا عارف انت دماغك بتروح لبعيد، في فريق تدريبي، لا انا بتكلم عن الهيد كوتش، هيد كوتش واحد بس ومجموعه من اللعيبه. هل ممكن يبقى في فريق بلا يعني لاعبين بلا مدرب، او مدرب بلا لاعبين؟ لا يا مستر ما ينفعش. هل ممكن لعيب واحد يلعب لوحده ويبقى فريق؟ برضه لا. قال لك نفس الكلام، انا هشبه اللعيب بالمصل فايبرايا الواحده، وهشبه المدرب، مش المدرب هو اللي بيدي الانستراكشنز، طب هو مين اللي بيدي الاوردرز؟ اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي النيرف سيل. النيرف سيل هي المدرب الواحد اللي بيدي التعليمات لمجموعه من اللعيبه، واللعيبه هنا هم مين يا مستر؟ الماسل فايبرز. كام لعيبه يا مستر بقى؟ قال لك والله كل نيرف سيل بتغذي ما بين
خمسة إلى مية مصل فايبر، والمنظر ده كله على بعضه كده اسمه إيه؟ اسمه موتور يونت. يبقى خلي بالك بقى، دي لوحدها إيه يا مستر؟ دي لوحدها دي موتور نيرف سيل. طب دول إيه؟ دول مجموعة مصل فايبرز. لما يبقى فيه موتور نيرف سيل واحدة اللي هي المدرب مع بيدي انستراكشنز المجموعة من اللعبة اللي هي المصل فايبرز، ده كله اسمه موتور يونت. طب مستر أنا اتلخبطت، ده اسمه موتور يونت، أمال ده اسمه إيه؟ مكان الالتقاء بين تيرمينال اربورايزيشن برانش واحد بس من النيرف سيل مع مصل فايبرايا. لا 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 لا، ده اسمه حاجه تانية، ده اسمه نيورو ماسكولار جانكشن اللي كنا لسه رسمينه من شويه. والتيرمينال اربورايزيشن لما بيمسك في المصل فايبر بيمسك من عند ريجون سبيسيفيك قوي اسمها موتور اند بليت. يبقى الموتور اند بليت هي ريجون موجوده على المصل فايبر تو ويتش التيرمينال اربورايزيشن اوف الايه اوف النيرف سيل بي اتاتش فورمينج نيورو ماسكولار جانكشن. يبقى فرق بالله عليك بين ثلاث مصطلحات مهمه، موتور يونت هي الخليه العصبيه بالمصل فايبرز اللي بتغذيها. طب يعني ايه نيورو ماسكولار جانكشن؟ مكان التقاء فرع من النيرف سيل مع مصل فايبر. طب ايه هو الموتور اند بليت؟ المكان اللي هيمسك عليه البرانش بتاع النيرف سيل. ليه يا مستر بنقول على الموتور يونت ان هي الفانكشنال يونت اوف ذا سكيليتال ماسل؟ ما هو في ثلاث حاجات. انا لو عايز اتكلم عن الفانكشنال يونت غير لما اتكلم عن البيلدينج، او ممكن اقول ستراكشرال يونت، غير لما اتكلم عن السمولست كونتراكشن يونت، الفانكشنال يونت هي الموتور يونت. ليه يا مستر الموتور يونت؟ اه حبيبي احنا بنتكلم عن الوحده الوظيفيه. هل ينفع لعيب واحد يلعب لوحده او مجموعه لعيبه بلا مدرب او مدرب بلا لعيبه؟ لا، الفانكشنال يونت اللي بيلعب كوحده واحده هو الفريق الواحد، والفريق الواحد بالنسبه لي في العضله هو مين؟ هو الموتور يونت، نيرف مع مجموعه من المسل فايبرز، ده الفانكشنال يونت. طب مين الوحده البنائيه؟ اللعيب الواحد. الوحده البنائيه يا مستر هي المسل فايبر. طب مين السمولست كونتراكشن يونت اللي هي اصغر وحده انقباض؟ هي يا مستر مين؟ هي الساركومير، القطع العضليه. اوعى الكلام ده يطلع من دماغك، الحاجات دي نوتس مهمه جدا جدا جدا. ايه فايده يا مستر دراسه الموتور يونت؟ قال لك دراسه الموتور يونت اهميتها تنو ذا ميكانيكال اسبيكتس علشان نعرف الظواهر الميكانيكيه للانقباض، لان اصلا انقباض العضله ما هو الا السميشن او مجموع انقباض كل الموتور يونتس اللي موجوده فيها. يبقى انا كده يا مستر قلت تقريبا كل حاجه عن مين؟ كل حاجه عن الموتور يونت. ادي يا مستر الموتور يونت اهي، شايف ادي موتور نيورون وادي البرانشز بتاعته، كل برانش ماسك في ايه؟ كل برانش ماسك فيه ماسل فايبر، وكل ماسل فايبر جواه مايو فايبرلز. اهو بص شايف الكبيره دي؟ دي ماسل فايبر اللي جواها مايو فايبرلز، كل برانش ماسك في ايه؟ ماسك في ماسل فايبر واحد بس. قلنا ان الموتور يونت هي عباره عن نيرف بيغذي ما بين 5 الى 100 ماسل فايبرز. ادي يا مستر السباينال كورد. طب ده النوع الموتور نيورون اللي طالع منه اهو، بص بيغذي ايه؟ بيغذي كذا ماسل فايبر، ومكان الالتقاء ده مكان الالتقاء نيورو ماسكولار جانكشن، وبيكون البرانش ماسك على ايه يا مستر؟ ماسك على الريجن اللي قلنا عليها اللي اسمها الموتور اند بليت. اخيرا يا مستر هنتكلم عن الماسكولار فاتيج، والماسكولار فاتيج ده سهل جدا جدا جدا، بنتكلم عن الاجهاد العضلي باختصار شديد. انا مستر بعمل مجهود، طب لما عملت مجهود بدات ان انا ضغط دمي بيعلى، ضربات قلبي بتزيد، تنفس بيزيد، لان العضلات عايزه غذاء، عايزه جلوكوز تحرقه، وعايزه اكسجين علشان تحرق بيه الجلوكوز علشان تقدر توفر لك الطاقه للمجهود اللي حضرتك بتعمله. مين يا مستر اللي بيوصل الجلوكوز والاكسجين للعضلات؟ طبعا البلد. فبتصل لمرحله في المجهود بتاعك ان الدم ما بقاش بيوصل بنفس الريت، او ما بقاش يوصل بالمعدل الكافي للعضلات علشان يديلها الاحتياجات من الجلوكوز والاكسجين. فالعضلات تقول لك انا هتصرف. تتصرفي ازاي؟ تقول لك انا محوشه جلايكوجين عندي، هكسره اخليه جلوكوز ومفك زنقه الجلوكوز. طب هتتصرف في الاكسجين ازاي؟ مش هتصرف.
طب هنعمل ايه؟ هنحرق الجلوكوز من غير اكسجين؟ بدل ما احرق الجلوكوز ايروبيكلي واخد من الجلوكوزاية 38 اي تي بي، هحرق الجلوكوزاية انيروبيكلي في غياب الاكسجين واخد من الواحدة 2 اي تي بي فقط. فده بيعمل لي مشكلتين. اول حاجة، تخيل انت بعد ما كنت بتبيع الجلوكوزاية ب 38 اي تي بي دلوقتي بتبيعها ب 2، يعني يا مستر ده هيعمل شورتج في الاي تي بي. شورتج الاي تي بي، تروح الترانسفيرس لينكس تقول لك والله ما انا سايبه، مش هي بتحتاج في الاي تي بي في الكونتراكشن وفي ريلاكسيشن، في الكونتراكشن عشان تضم الاكتين فيلامنت ستورد ايتش اذر، وفي ريلاكسيشن عشان تسيب منهم، تقول لك والله ما انا سايبه. فبالتالي الترانسفيرس لينكس دو نوت سيبريت من الاكتين فيلامنتس، والمصل بتفضل في ستيت اوف كونتينوس كونتراكشن، فده يسبب حاجه اسمها مصل سبازم او الشد العضلي. وفي مشكلة تانية خدنا السنة اللي فاتت يا مستر، ان اول خطوة في حرق الجلوكوز كان بيبقى اسمها الجلايكولوسيس، ان الجلوكوز اللي هو 6 كاربونز، الجلوكوز ده يا مستر يعني كملخص في الجلايكولوسيس بيتحول الى 2 بايروفيك اسيد مولوكيولز، كل واحدة قد ايه؟ كل واحدة 3 كاربونز. بعد كده بيبقى في حاجة من اتنين، لو في اكسجين ساعتها يا مستر بنروح كريبس سايكل، والكريبس سايكل يعني بنمشي ايروبيك، وبنمشي ايروبيك يعني بنجيب من الواحده 38 اي تي بي، ده لو في ايه؟ اكسجين. طب ما فيش اكسجين، ساعتها الاثنين بايروفيك اسيد مولكيولز هيتحولوا لاثنين لاكتيك اسيد مولكيولز. والاثنين لاكتيك اسيد مولكيولز دول يا مستر تراكم اللاكتيك اسيد في العضلات هيسبب لها حاجه اسمها مصل فتيج. يبقى هناك فرق بين المصل سبازم والفتيج، بس الاساس واحد. ايه هو الاساس؟ مجهود جامد، عدم قدره البلد ان هو يوفي الاحتياجات بتاعه العضلات من الجلوكوز والاكسجين، العضلات ريسباير انيروبيكلي، ساعتها شورتج الاي تي بي يمنع انفصال الترانسفيرس لينكس عن الاكتين فيلامنتس، ده يجيب سبازم، وتراكم اللاكتيك اسيد يسبب ايه يا مستر؟ تراكم اللاكتيك اسيد يسبب مصل فتيج. طب مستر، طب لو انا العضله بقى متكلبشه باللاكتيك اسيد اقدر ارتاح ازاي؟ قال لك اهدى وقول هديت. هتهدى، تاخد نفسك، ترجع الاكسجين تاني يوصل للخلايا، فساعتها اللاكتيك اسيد يرجع يتحول لبيروفيك اسيد تاني، والبيروفيك اسيد يخش الكريبس سايكل، فساعتها تكون اتخلصت من اللاكتيك اسيد ووفرت اي تي بي كفايه ان الترانسفيرس لينكس تسيب من الاكتين فيلامنتس. هل يا مستر سبب اي مصل سبازم هو عدم انفصال الترانسفيرس لينكس نتيجه الانيروبيك سيلولار ريسبيريشن؟ مش شرط. قال لك ممكن يكون بسبب وصول incorrect nerve impulse من البرين الى المسلز during normal performance، دماغك بتهنج عادي. والcontinuous and excessive spasm ممكن يسبب ايه؟ tearing of the muscles ويسبب bleeding. غير ان في سبب كمان للمصل سبازم بناخده في شابتر 2، وهو الهايبوباراثايرويدزم، يعني لما الغدد جارات الدرقية اللي هي اللي في ظهر الثايرويد جلاند، في اربع غدد اسمهم الباراثايرويد جلاندز، لما افرازها بيقل من هرمون الباراثيرمون، من الاعراض ان هو بيعمل ايه يا مستر؟ بيعمل بينفول كونفولجنز اند مصل سبازم. يبقى يا مستر لو عايزين نلخص الماسكولار فاتيج، نلخصه بان لما حضرتك تبرفورم فيجرس ايفورت ده هيؤدي الى rapid and successive muscle contractions، فده يؤدي الى shortage of oxygen in muscles، فالعضلات تتصرف، وتحرق الجلوكوز anaerobically يعني في غياب الاكسجين، فده يعمل حاجتين، يؤدي من ناحيه الى accumulation of lactic acid وده يجيب muscle fatigue، ومن ناحيه تانية هيؤدي الى decrease في الاي تي بي فيمنع انفصال الترانسفيرس لينكس من الاكتين فيلامنتس، وده هيعمل يا مستر حاجه اسمها muscle spasm. حبايبي، وكده نكون وصلنا لنهاية الريفيجن بتاعنا النهاردة. كان ريفيجن على شابتر 1 في منهجنا في سينيور 3، وهو السبورت اند موفمنت في الليفنج اورجانيزمز. كانت مراجعة دسمة، ارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله هيكون في محاضرة تطبيق اهم الاسئلة اللي موجودة على شابتر 1، تابعوها من خلال قناتنا، قناة هنذاكر اونلاين التعليمية على اليوتيوب. لا تنسونا من صالح دعائكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.